اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من 90 دقيقه، والنهارده عندنا فيها اخبار كتير مهمه، ويمكن الخبر الابرز والاهم، والناس طبعا بتتابع بشكل طبعا دقيق جدا كل ما يتعلق بمباراه الاهلي وريال مدريد. طبعا لازم نبدا حلقتنا بان احنا نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ممثل مصر في كاس العالم للانديه في لقاء النهارده مع نجم اوروبا ريال مدريد. الملكان يجتمعان، ملك اوروبا وملك افريقيا، وان شاء الله نشوف مباراه قويه ونشوف اداء كبير كما تعودنا للنادي الاهلي، اللي بالمناسبه الصحف الاسبانيه بتحذر من قوته بشكل كبير، وهنقول لكم بعض المنشطات بعد شويه والصحافه الاسبانيه قالت ايه، وهنكون مع حضراتكم برضو بالتحليل عشان نشوف بقى التشكيلات ومين هيغيب ومين هيحضر، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الفوز النهارده من نصيب النادي الاهلي. طبعا كمان الهلال السعودي شرفنا بفوزه على فلامينجو البرازيلي 3-0، فان شاء الله النادي الاهلي لو كسب النهارده 3-2 عفوا، فلو كسب النهارده النادي الاهلي هيقابل طبعا الهلال في النهائي، ويبقى لقاء عربي خالص. كل التوفيق النهارده للنادي الاهلي والجماهير، وان شاء الله الفوز هيكون من نصيبنا. طبعا ده الخبر اللي ناس كتير وجماهير وعشاق الكرة في كل مكان مستنيينه على المستوى المحلي والعالمي. لكن النهارده كمان عندنا فقرة في منتهى الأهمية وقريبة إلى قلبي بشكل خاص، وهي طبعا متعلقة بعميد الأدب العربي طه حسين. احنا طبعا من يومين انتهى معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكانت في أخبار لطيفة جدا انه الهيئه العامه للكتاب وقصور الثقافه كان طبعا طبعات جديده لرائد التنوير في الوطن العربي وربما العالم كمان، واحد من اهم المفكرين في القرن العشرين ان لم يكن اهمهم، وكان في اقبال كبير على شراء عناوين طه حسين سواء كتبه او رواياته او ادبه او مقالاته. فطبعا دي فرصه جميله جدا، خاصه احنا بنحتفل بخمسين عام على رحيل عميد الأدب العربي طه حسين، فلازم نحيي ذكراه ونعترف له بالفضل الكبير، هذا الرجل الذي جعل التعليم كالماء والهواء. فالنهاردة هيكون معنا أيضا في فقرة خاصة وزير الثقافة الأسبق والكاتب والمؤرخ والصحفي الكبير الأستاذ حلمي النمنم. هنتكلم معاه في ألف به طه حسين، إزاي الجيل الناشئ الجديد ده يقدر يبدأ قراءة لطه حسين، نتعرف على مسيرته الإنسانية، لأنها الحقيقة مسيرة حافلة بالعطاء والتحدي والتمرد. وأنا شخصيا الحقيقة من أقرب السير الذاتية إلى قلبي هي سيرة الدكتور طه حسين رحمة الله عليه. نتعلم كمان إزاي نقرأ رواياته، إزاي نقرأ أدبه، نشوف كمان معاركه الأدبية والثقافية والفكرية اللي خاضها طوال حياته مع مؤسسات كتيرة ومع شخصيات كتير، وطرحه طبعا لمبادئ والفكر التنويري في وقت كمان كنا بنعاني فيه من سطوة كل ما هو قديم على التراث العربي الضخم، وهو أول من نادى أيضا بتجديد الخطاب الديني، أو كان من الأوائل الذين نادوا بتجديد الخطاب الديني وبإعادة قراءة للتراث العربي. وده يعني نحن في أشد ما تكون الحاجة إليه هذه الأيام. فالنهاردة ألف ب طه حسين هنروح مع حضراتكم في مسيرة لهذا الرجل الذي غزا الشمس رغم أنه كفيف. طيب هنروح مع حضراتكم بقى لبداية أخبارنا النهاردة، وفي خبر مهم متعلق بتطورات الوضع والشأن الليبي. النهاردة خلينا نقول لكم انه صدر البيان الختامي لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية 5+5 واللي انعقدت في القاهرة. خلينا نقول لكم ان المبعوث الاممي الخاص الى ليبيا اعرب في بيان الختامي لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية عن التوصل لانشاء مكتب خاص للتنسيق والمتابعة بشأن خروج القوات المرتزقة من ليبيا. كمان تم الإعلان أنه تم التوصل خلال الاجتماعات عن آلية لتنفيذ خروج الجنود المرتزقة والتزام بخريطة زمنية محددة لتطبيقها على الأرض.
كمان أضاف المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا ما توصلنا إليه خلال الاجتماعات هو خطوة مهمة ليست لليبيا فقط ولكن للإقليم كله، ونسعى أيضا لتهدئة الوضع في ليبيا والإسراع في تطبيق الآلية التي توصلنا إليها خلال الاجتماعات. كمان كان في إشارة أنه تم النجاح في التوصل لآلية محددة وتوقيت لخروج المرتزقة. أما رئيس وفد السودان فقال سنكون داعمين بالمعلومات والتحليلات لتطبيق الآلية اللي تم التوصل إليها، وقال كمان أنه سنسعى لتطبيق الآلية دي بمنتهى الحزم. أما كمان ممثل لجنة 5+5 قال في كلمته أشهر جمهورية مصر العربية على الاستضافة لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية، وأحيي جهود المبعوث الأممي للتوصل لآلية لخروج المرتزقة من ليبيا. كمان رئيس وفد النيجر قال كمان في اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية، قال خالص الشكر والامتنان للمبعوث الأممي لما يقوم به من مجهود من أجل تحقيق السلام في المنطقة، وقال كمان في خضم مشاركته لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية أنه تم اتخاذ قرارات مهمة وسيتم استكمال ما تم خلال الاجتماعات وتحقيق ما تم التوافق عليه على أرض الواقع. ده أيضا آخر ما نتج عن لجنة 5+5 المعنية بالشأن الليبي والمنعقدة في جمهورية مصر العربية. طيب في شأننا المحلي ومتابعة أيضا لملف الاقتصادي، النهاردة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، وأيضا اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي قال بأن الاجتماع ده بيأتي في إطار متابعة وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس بتكثيف العمل وتسديد العقبات والعقبات والتحديات المزمنة التي تواجه القطاع الصناعي في مصر، وأنه يكون في جهود شاملة تشترك فيها كل أجهزة الدولة. الرئيس أيضا وجه بمواصلة جهود توسيع مسارات الإنتاج الصناعي القائمة وإنشاء مسارات جديدة والعمل الدؤوب على التغلب على العقبات والتحديات الهيكلية اللي بتواجه الصناعة والاستثمار في مصر. خلينا نتابع مع حضراتكم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بتكثيف العمل على تذليل العقبات والتحديات المزمنة التي تواجه القطاع الصناعي من خلال جهود شاملة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا السياق على أهم الخطوات والإجراءات الجاري تنفيذها في هذا الإطار، ومن أهمها تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة لتصبح مواتية ومشجعة للاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، والارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية، إلى جانب بذل مزيد من الجهد في توحيد جهات الولاية التي تتعامل مع المستثمر، منعاً للتشتت واختصاراً للوقت والجهد، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية. وفي ذات الإطار اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حيث تم التركيز على عرض وتقييم جهود الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية ومتابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات
وسبل استغلالها على الوجه الأمثل، كما اطلع السيد الرئيس على جهود التواصل والتعاون مع القطاع الخاص الصناعي سواء الشركة المصرية أو العالمية والإجراءات الجاري اتخاذها لزيادة الاستثمارات الصناعية. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس وجه بمواصلة جهود توسيع مسارات الإنتاج الصناعي القائمة وإنشاء مسارات جديدة من خلال العمل الدؤوب على التغلب على العقبات والتحديات الهيكلية التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر. كما أكد سيادته الاستمرار في مسار تعزيز دور وإسهام القطاع الخاص وزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية بهدف إنشاء كيانات صناعية مصرية ناجحة ومستديمة، بما يسهم إيجابا في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة. النهارده كمان كان في خبر مهم. النهارده تقدمت لجنه العفو الرئاسيه بخالص الشكر والتقدير للاجهزه المعنيه في الدوله وفي مقدمتها وزاره الداخليه لاحتوائهم الموقف بمنطقه الوراق بمحافظه الجيزه. وبيقول بيان ان هي تكللت بالنجاح واخلاء سبيل جميع المواطنين الذين تم القاء القبض عليهم بعد استيفاء الاجراءات القانونيه. وقالت اللجنة في بيان أنه هذا النهج الإيجابي من أبرز مخرجات الحالة العامة الإيجابية التي واكبت الدعوة للحوار الوطني. خبر آخر مهم جدا جدا جدا. النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال أن الحكومة بتعد سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصري بالاستعانة بالخبراء لعامين مقبلين في ظل امتداد أزمة طبعا الحرب الروسية الأوكرانية. كمان أعلن رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم عن طرح 32 شركة مملوكة للدولة وفي البورصة أو لمستثمر استراتيجي على مدار عام. إنه الخطة دي هتكون على مدار عام وبتشمل 18 قطاع ونشاط اقتصادي. كمان قال السيد رئيس الوزراء انه بنستهدف انه 25% من تلك الشركات ينتهي طرحها او بيعها في خلال 6 شهور، وده طبعا شيء مهم ونسعى لانجازه مع بنوك الاستثمار والشركات المتخصصه. وجدول الشركات مع حضراتكم يعني موجود تقريبا، يعني مجموعة كبيرة من البنوك وشركات أيضا الأسمدة والفنادق وتداول الحاويات ومصر للتأمين وسيناء للمنجنيز ومحطة توليد الرياح بجبل الزيت ومحطة بني سويف لتوليد الكهرباء، شركة صافي لتعبئة المياه، تنمية الصناعات الكيماوية السد، شركة البويات والصناعات بكين، مصر للمستحضرات الطبية، النصر للتعمير والإسكان، بنك القاهرة المصرفي المتحد، البنك العربي الإفريقي، مصر للأعمال والأسمنت المسلح، الرباط للأنوار السفن، وشركة الصلاحية للاستثمار والتنمية، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة الحفر للبترول، ونصر للتعدين، وهي القائمة عند حضراتكم موجودة على الإنترنت طبعا للي عايز يخش ويشوف بكل التفاصيل وكل الدقة. طيب ايضا في خبر مهم واحنا متابعين طبعا مع حضراتكم على مدار ايام الكارثة والازمة الانسانية الكبيرة التي لحقت بتركيا وسوريا. النهاردة كان في تصريحات بتقول ان هناك اكثر من 9000 قتيل على الاقل نحسبهم شهداء في تركيا، والأعداد تقترب من 3000 بالنسبة للجانب السوري، نتكلم عن 12000 شهيد بأمر الله وعشرات الآلاف من المصابين. أكثر من 32000 مصاب في تركيا وأكثر من 15000 مصاب في سوريا،
وكل ده ما زالت أعداد أولية، يعني طبعا مع استمرار عمليات الإنقاذ والدفع طبعا بالمساعدات وغيره، طبعا كل يوم بتتكشف وبتزيد الحصيلة. ربنا يلطف بيهم، ونحسب من فقدوا يعني شهداء. إن شاء الله تستطيع فرق الإنقاذ أن تنقذ ما يمكن إنقاذه في ظرف معقد وصعب. مصر أيضا بتساهم بذلك بشكل كبير جدا، وأرسلت طائرات أيضا للمساعدة، وبالفعل وصلت إلى تركيا وسوريا، ودخلت أيضا المعدات المصرية وفرق الإنقاذ المصرية والمواد الإغاثية، سواء كانت طبعا غذاء أو مستحضرات طبية. فنسأل الله أن يكون يعني جزء يسير للتخفيف عن طبعا المصاب الكبير للشعبين الشقيقين السوري والتركي. هنروح مع حضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل. خليكم معانا. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم أبناء شعبي تركيا وسوريا في محنتهم ومساعدتهم في تخفيف آثار الزلزال المدمر الواقع بالدولتين، والذي أدى إلى حدوث آثار تدمير كبيرة بالإضافة إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين. أقلعت 5 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى أبناء البلدين لمساعدتهم في تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر. وأعرب المسؤولون بالدولتين عن تقديرهم للجهود المصرية. Assistance from Egypt and what can I say? It's a moment to remember for quite a long time. We deeply appreciate it. Thank you so much. دعم الأشقاء وعلى رأسهم جمهورية مصر العربية والأصدقاء. الحقيقة نستطيع أن نكون أقوى في معالجة تداعيات هذه الحادثة المدمرة والأليمة. نأمل دائما أن نكون إلى جانب بعضنا البعض، وهذا هو رهاننا وأملنا في المستقبل. ويعد الدعم المصري المقدم للجانبين التركي والسوري تأكيدا على أهمية الدعم الإنساني لمجابهة حوادث الظواهر الطبيعية، بما يسهم في دعم علاقات الترابط والتآخي بين الشعوب لتجاوز المحن. أهلا بحضراتكم مرة تانية. ولا صوت يعلو الآن فوق مباراة الأهلي وريال مدريد، نص ساعة أو أقل تفصلنا عن المباراة
التي قد تكون مباراة تاريخية ويصل بعدها النادي الأهلي إلى نهائي كأس العالم للأندية. بطل القرن المصري وملك إفريقيا مع ملك أيضا أوروبا النادي الملكي ريال مدريد في المغرب بعد قليل. الأهلي هو ممثل مصر، فكل طبعا التحية والتقدير للنادي الأهلي وجماهيره، وإن شاء الله الفوز يكون من نصيبنا اليوم. طيب نروح بقى للزيارة للمباراة ونشوف كمان التشكيل بتاع النادي الأهلي وريال مدريد. وعايزين نقول لكم طبعا ان المباراة دي كمان في الصحافة الإسبانية مهتمين بيها جدا جدا جدا، وكمان في تحذيرات قوية جدا طبعا من قوة النادي الأهلي. يعني لو طبعا دي جزء من التدريبات للنادي الأهلي، وهنوريكم كمان الماتشات لو زمايلي يورونا ماتشات ماركا وماتشات أس الإسبانية ونوريها لكم بعد شوية. لكن خلونا ناخد مع حضراتكم الناقد الرياضي الأستاذ محمد المهدي. أهلا بك يا فندم، منورنا. أهلا بكل مشاهدينك الكرام. متحمس جدا 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 والله، عايز في الحلقه واقوم، بس نعمل ايه بقى. لا انت فايتك كتير. ايوه طبعا احنا قدامنا كده مانشيت، طبعا ده اس الاسبانيه وكمان مانشيت اخر لماركا، وانا مش شايف بس على مانشيت بتاع اس الاسبانيه الشناوي تقريبا وفينيسيوس طبعا ريال مدريد، واهتمام كبير في الصحافه الاسبانيه بالمباراه، ومش مقللين خالص من خطورة النادي الأهلي، بالعكس ده بيقولوا ملك إفريقيا مع ملك أوروبا. شايف إزاي بقى مباراة اليوم؟ بص يا حسام، زي ما حضرتك ذكرت طبعا انه في اهتمام غير عادي في الصحافة الإسبانية بالنادي الأهلي، انه الصحافة الإسبانية تحذر ريال مدريد من النادي الأهلي، فبالتالي ده انه يعني فخر لكل جمهور النادي الأهلي وكل الجمهور المصري طبعا. ومفيش استهانة بالمباراة على عكس ما كان متوقع، انه في الآخر ده ريال مدريد برضه بطل أوروبا وبتاع، وانه حلم انك انت يبقى يعني اصبح واقع انه الاهلي وريال مدريد في نصف نهائي مونديال الانديه، فبالتالي انه لا ماتش كان السبق كمان للصحافه الاسبانيه هي اللي بتتكلم كتير جدا عن الماتش، وهي اللي بتحذر ريال مدريد من خطوره النادي الاهلي وانه بطل افريقيا والى اخره. ده هم كمان اشاروا لخطوره الوضع في حاله عدم الفوز على مدرب ريال مدريد فنجادة اسمه صح؟ انشيلوتي ريال مدريد انشيلوتي. انشيلوتي زي ما احنا عارفين انه ريال مدريد بيمر بفتره صعبه في الدوري الاسباني، متاخر بفارق 8 نقاط عن برشلونه، فبالتالي انه يعني في هذه البطوله ولديه تنظيم جيد مع لاعبين سريعين، كما لديه نفس رغبتنا وهي التتويج بكاس العالم. ده كان في المؤتمر بقى اللي انعقد، يعني هو لا يقلل خالص من النادي الاهلي نادي القرن. هو يعني انشيلوتي مدرب محنك جدا، فبالتالي انه حاله الاحترام والتقدير للنادي الاهلي يكاد يكون ان احنا طبعا ما شفناهاش قبل كده، لانه الناس طول الوقت متصوره انه الاهلي لما بيلعب ريال مدريد او الاهلي السنه اللي فاتت لما لعب بايرن ميونخ وبتاع، فانت بتتكلم في انه يعني في فرق في السرعات يعني، فبالتالي انه ريال مدريد هو اللي ياخد الخطوه، انه الاعلام الاسباني هو اللي بيتكلم اكثر عن المباراه من الاعلام المصري، حتى انه الاهتمام بالمؤتمر امبارح كان عدد كبير جدا من صحف العالم متواجده في الحدث المؤتمر الصحفي سواء للاهلي او لريال مدريد، فبالتالي في اهتمام غير عادي بالمباراه، هم شايفين الطفره اللي فيها النادي الاهلي في خطه اخرى. كمان بيشيروا انه كولر كمان مدرب خطير وبقاله 22 مباراه ما خسرش. بالظبط، رقم قياسي لكولر. كمان انه كولر النهارده بيفاجئ ريال مدريد ان هو اللي بيلعب ضغط هجوميا بالتشكيل، يعني حتى واضح من التشكيل انه لا كولر مش متحفظ، يعني حتى الماتشين اللي فاتوا كان بيلعب بثلاثة في نص الملعب، أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو الصولاي، النهارده بيلعب باثنين بس في نص الملعب، عمرو الصولاي وأليو ديانج، فواضح إن كولر مركز جدا، حب يفاجئ أنشيلوتي بتشكيل عايز ينزل يهاجم، يعني نازل يهاجم، هو تشكيل هجومي في الآخر. طب ما تقول لنا كده التشكيل. لما محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني طبعا باك يمين، والاثنين مساكين محمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ظهير أيسر، اثنين في نص الملعب عمرو الصولاي وأليو ديانج، وقدامهم ثلاثة حسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي قفشة ومهاجم محمد شريف. فبالتالي لما تشوف تشكيله النادي الاهلي، لا هو مش متحفظ، بالعكس هو بيلعب بطريقه هجوميه، اثنين في نص الملعب وقدامهم اربعه قفشه وشريف وحسين الشحات واحمد عبد القادر، في المقابل ريال مدريد بيلعب بثلاثه في نص الملعب، فيعني لما تشوف التشكيلتين طب وريال مدريد بقى طبعا في غيابات كبيره دي ان شاء الله تكون في صالحها، وبرده كانوا الاسبان خايفين قوي من موضوع الغيابات ده، لانه بص ريال مدريد مين بقى اللي غايب النهارده؟ بنزيما. لا بنزيما هو كورتوا الحارس المرمى، وكورتوا جاي بداله اللي هو لونين ده، ولا بالظبط لونين هو الحارس البديل. النهارده كمان قبل المباراه
اسينسو تعرض لاصابه فخرج بره القايمه. يلا الحمد لله. كارفاخال الباك يمين تعرض لاصابه مش هيشارك المباراه. كل شيء في النهايه هو ريال مدريد. يعني ريال مدريد يعني حقق دوري الابطال الموسم اللي فات وكان كل العالم بيتوقع انه لا الريال هيخرج بدري من وهيخرج من مانشستر سيتي بدري وهيخرج من باريس سان جيرمان بدري، ولكن هو تفوق على كل ده في المباراه النهائيه بيتفوق على ليفربول، وما ادراك ما ليفربول الموسم الماضي يعني. فبالتالي اللي هو يبقى برضه ريال مدريد هو التاريخ كره القدم. فبالتالي انه زي ما احنا بنقول انه الاهلي بمن حضر، هو ريال مدريد برضه بمن حضر. اسم ريال مدريد في حد ذاته طبعا حاجه قويه جدا يعني، وقد يكون النهائي عربي، وكمان وجود البطوله على ارض المغرب يبدو ان هي اعطت حافز للفرق العربيه ان هي تتفوق وتتميز بشكل كبير. انه الهلال يتخطى فلامينجو يوصل للنهائي ادى طموح للاعيبه النادي الاهلي ان احنا نقدر برضو نتخطى ريال مدريد. في الهلال هو تخطى فلامينجو، الاهلي تخطى سياتل مش عارف ايه. الهلال تخطى فلامينجو 3-2 في نص النهائي ووصل للمباراه النهائيه، ادى طموح للاعيبه النادي الاهلي لا ان احنا برضو في ظل الغيابات اللي عند ريال مدريد وفي ظل المستوى الفني اللي مش على المستوى ان احنا نقدر نتخطى ريال مدريد ونوصل للمباراه النهائيه ويبقى نهائي عربي يعني لاول مره بين الهلال. طب هنلعب ازاي النهارده؟ يعني ايه فكر كولر في رايك ايه؟ وايه البدائل برضو ودكه الاحتياط؟ قول لنا كده ايه اقرا لنا فكر هذا الرجل يعني اليوم. هو كولر يعني عنده ميزه، ليه نقول ان كولر يعني المسيره بتاعته او انه الاحصائيات بتاعته 22 مباراه على التوالي دون خساره، وواضح جدا هو مركز يعني بيدرس كل فريق وعنده النقطه بتاعت المفاجاه ان انا لما اجي لاعب سياتل الامريكي فببقى متحفظ دفاعيا سنه لانه عارف ان عندهم سرعات واو الاخر. اجي الماتش اللي بعده قدام ريال مدريد افاجئ ريال مدريد بتشكيل هجوم بدل ملعب بثلاثه في نص الملعب بلعب باثنين بس في نص الملعب وبدي مساحه لمحمد مجدي قفشه والاطراف احمد عبد القادر او حسين الشحات وعندي محمد شريف مهاجم على الدكه. لا عنده كهربا وعنده طاهر محمد طاهر وعنده يعني اسماء كبيره جدا وبيرسي تاو، كل ده في اي وقت من المباراه انك انت تحتاجهم تلاقي وفره بديله. يعني على النقيض ريال مدريد لا ما عندوش وفره حتى على دكه البدلاء، ما عندوش يعني اسماء كبيره على دكه البدلاء، يعني يكاد تكون يعني انه ممكن يعمل تغييراته بالعافيه يعني لو احتاج التغييرات يعني. في المقابل لا الاهلي عنده دكه كامله، عنده 11 لاعب كاملين جاهزين تماما. فبالتالي ان كولر اعتقد ان هو لعب على النقطه دي ان انا بدل ما انزل ادافع قدام ريال مدريد ويخطفوا هدف ويتصعب عليا الامور ان انا اللي انزل هاجم. فبالتالي بدي المنافس يعني عكس اللي في دماغه هو يعني طول الوقت ممكن يبقى جاي انشيلوتي مستنيين كهربا برضه النهارده يعمل الشغل. يعني اتمنى انه انا اعتقد انه كهربا هيبقى ليه يعني دور في المباراه لما الماتش يحتاجه، علشان كده بقول لك كولر منظم جدا وعارف هو بيعمل ايه. فبالتالي انه حتى الورق اللي هو بيشيله على دكه البدلاء بيبقى عارف التوقيتات اللي بينزل كهربا امتى، بيرسي تاو امتى، في مساحات فانزل بيرسي تاو، مفيش مساحات فممكن العب طاهر محمد طاهر العب كهربا. يبقى عندي تنوع في انه يعني الاهلي يضم عدد كبير من اللاعبين خصوصا في المنطقه الاماميه دي، تقدر انك انت تتحرك فيهم زي ما انت عايز وفي اي وقت من المباراه سواء انت سجلت هدف او يعني دخل مرماك هدف لا قدر الله، عندك الاوراق اللي هي تساعدك انك انت تقدر تقلب نتيجه المباراه في اي وقت. فبالتالي انا شايف انه من خلال المعسكر بتاع النادي الاهلي في حاله تفاؤل كبيره جدا انه الاهلي يقدر يتخطى عقبه ريال مدريد. ان شاء الله دعواتك ودعوات المصريين ان شاء الله تبقى ليله حمراء وزي الفل. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد المهدي الناقد الرياضي، شكرا جزيلا. هنتابع طبعا معاكم طول الحلقه يعني جون الهجمات كل حاجه هنقولها لكم احنا ماشيين في الحلقه. النهارده كمان في خبر اخر بقى ملف النقل، زار المهندس كامل وزير النقل مصانع لتفقد النموذج الاولي من البي ار تي او الاتوبيس الترددي. والبي ار تي طبعا اتوبيسات بتعمل بالكهرباء وهي صديقه البيئه، وتفقد حوالي 100 حافله كهرباء، والمتوقع كمان ان هي تعمل في مشروعات الاتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري، وده اتوبيس متطور وهيكون بديل للميكروباص ومكيف وبيحتوي كمان على يو اس بي واي فاي، تقدر تشحن موبايلك، تقدر تخش على النت، وشاشات داخليه تتسلى في الطريق، ومقاعد كمان للقادرين باختلاف، وكمان مقاعد خاصه للاطفال. يعني نعتقد ان شاء الله تكون حاجه لطيفه، وممكن اعرف تفاصيل اكتر
من المهندس سيد بتولي رئيس جهاز تنظيم النقل. اهلا وسهلا بك يا فندم منورنا. اهلا بيك استاذ سامي، ازي حضرتك؟ ازيك يا باشمهندس؟ الله يخليك فندم. باشمهندس احنا شايفين صوره البي ار تي ده، هو ده ترد مش هو كان اطول شويه ولا ايه ودلوقتي بقى اصغر؟ يعني طبعا احنا امام شيء جديد يعني، فطبعا لو تدينا معلومات عنه وده هيبقى التردد دي ولا لا ده في ده الاصغر وهيبقى فيه اطول منه. ايوه فندم، اولا هو الموضوع اكبر من هو يكون مجرد اتوبيس، هي منظومه نقل متكامله طبعا. لها درجه تحققيه وموثوقيه وجوده عاليه بالنسبه للراكب. وممكن نتكلم على عنصر، اولا انواع الاتوبيسات ثلاث انواع، اللي هو ال 12 متر اللي حضرتك شفته، وفي اللي هو المفصلي 18.5، وفي اللي هو المفصلي الاكبر شويه اللي هو الباي ارتكوليتد 24 متر. ما جبنا كذا صوره اهو. كل اتوبيس له ساعه مرتبطه بساعات التشغيل، يعني في وقت الذروه هيبقى في اتوبيس اكبر، خارج اوقات الذروه يبقى في اتوبيس حجمه اقل، ده مرتبط بحجم الاركاب عشان التشغيل يكون اقتصادي. لكن هو الفرق يعني المنظومه دي منظومه متكامله بتهدف الى رفع مستويات الامان، تحسين جوده الخدمه، جذب اكثر لمستخدمي السياره الملاكي، فيها مميزات كتير يعني. انا مش عايز اطول في الوقت لو لا، ما حضرتك يا فندم ده حاجه حلوه احنا عايزين نشوف برضو يعني. أنا طب المفروض دي هتبقى منظومه، مش هيبقى ليه لين لوحده على الدائري؟ ايوه صح؟ عشان كده بنقول المنظومه بقى، هو مش اتوبيس. بالظبط، هو له مسار محدد معزول يبقى تضامن درجه موثوقيه عاليه، هيقدر يوصل في الزمن المحدد، زمن التكاثر اقدر اتحكم فيه. لان هو ماشي لوحده في اللين بتاعته، محدش هيزعجه، وعنده سرعه ثابته وعنده محطات. وبيعملوا بنعمله تتبع في غرفه التحكم، بنعرف سرعته وبنعمل له جداول تشغيل زي المترو بالظبط، زي المترو قطع عربيات. يعني انا وانا في المحطه ممكن اعرف الاتوبيس هيجي الساعه كام وهيوصل امتى زي اوروبا كده. صح؟ طبعا زي اوروبا بيبقى في محطه اتوبيس يقول لك فاضل خمس دقائق 10 دقائق. ايوه ده ترافل انفورميشن، دي معلومات الرحله، ده جزء من جوده الخدمه. جميل قوي. هو بيبقى في تطبيق تعرف الاتوبيس جاي امتى، وممكن في المحطه يبقى في معلومات عن الرحله داخل المحطه. الحاجه الثانيه المحطه، احنا طبعا احنا في الجو ممطر اهو، لو واحد مستني ميكروباص الدنيا هتمطر عليه وهدومه هتتبهدل. ده محطه مقفوله، هيبقى موجود في مكان مغلق وامن، هيعبر الطريق بوسيله امان. انا شفت محطه منهم كانت صورها محطوطه على الدائري، بس طبعا احنا محتاجين بطول الدائري لسه. يعني ايه اللي تم بقى في منظومه المحطات؟ احنا شغالين في المسافه من تقاطع طريق الفيوم والطريق السياحي حتى الطريق الزراعي، لان الجزء المتبقي من الطريق الزراعي حتى طريق الواحات جرت توسعته، فاحنا مش عايزين نضيع الناس ان هم ان احنا نضيق الطريق وفي توسعه، فاحنا مركزين في هذه المسافه دلوقتي. جميل. والمحطات معدلات التنفيذ متباينه من محطه لاخرى طبقا للتصميم بتاعها ووضعها، وشغالين في الورق اللي بتاع مراكز التحكم والسيطره الخاصه بالاتوبيس ومنظومه الشحن بتاعته. الميزه الثانيه بقى هنتكلم نمسك عنصر عنصر. السائق في هذه المنظومة بياخد مرتب، ما عندوش دافعية ان هو يجري عايز يكسب وراه ضغوط ان هو عليه اقساط، فبالتالي بيبقى عنده عدوانية في القيادة، لكن ده بيبقى عنده هدوء وتمركز وعنده ثبات في عملية القيادة. الاتوبيس كهرباء له نويزي، ما فيهوش صوت عالي، نظيف، امن، في انترنت، ده جميل قوي للسياح، ويوزي بي للشحن طبعا، في كل حاجة بالظبط، شاشات للتسلة. ده جميل جدا. طبعا هينفع كمان في قطاع السياحة بو. لا هو هيجذب يعني، دايما المدن الميجا سيتي لما بيبقى عندها نظام نقل حضري مستدام يجذب سياح بشكل كبير جدا. وممكن بقى نسيب عربيتك لو هو جميل كده ونركبه ونسيب لعربياتنا بقى ونترحم شوية من السواقة. لا وبعدين نسيب عربياتنا، ده جزء مهم جدا لاقتصاد الدولة، احنا طبعا في جزء من الوقود بنستورده. تخيل سيادتك لو بننقل 10,000 راكب لمسافة 1 كيلو بيستهلكوا 200 لتر بالباص اللي هو الستاندر اللي هو 50، ده بيستهلك 50 بس، يعني فرق 150 لتر في 9 جنيه ولا بتاع، فبيكلف بيوفر للدولة وقود بس في السنة حوالي 600,000 جنيه. لكن ده هيبقى بطول الدائري بقى عندنا متوسع وطلع منه دائريات تانية.
ايوه 113 كيلو، يعني كل الدايري بالشكل متكامل. ومش الدايري ان هو هيتكامل مع خطوط المترو والمونوريل الجديد والال ار تي وكل هذه الخطوط، يعني الخط الاول والثاني والثالث يتقاطع مع الدايري في نقطتين، يبقى ده هيربط بينهم المونوريل، الاثنين مونوريل قاطعين الدايري هيتكامل معاهم، فهتقدر تتحرك من وسيله كهرباء لوسيله كهرباء. حلو. يعني مثلا المحطه زي بتاعت عدلي منصور فيها مكان للبي ار تي. ايوه عدلي منصور فيها ست انواع من النقل. يعني فيها القطار الكهرب، فيها الخط الثالث، فيها البي ار تي، فيها موقف السلام، فيها اتوبيس ترددي بيتحرك بيربط المحطه عدلي منصور بالمطار وموقف السلام، وفي موقف حضري بينقل الركاب لداخل القاهره. فدي محطه مركزيه رائعه بتحقق التكامل، والتكامل جزء من جودة الخدمة. مش هيبقى بقى في ميكروباصات على الدائري بقى بعد البي ار تي؟ لا 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 مفيش، هيبقى ممكن على طريق السطح اللي تحت للكائنات الصغيرة لتجميع الكائنات المحيطة، واحنا عملنا في كل محطة بارك اند رايد ومواقف للميكروباصات، ان ممكن الميكروباص العمودي هيشتغل خطوط تغذية للخط الرئيسي. يعني هي عملية تنظيم. مفهوم. طب احنا يعني هنشوفه امتى على الدائري البي ار تي؟ يعني ان شاء الله ربنا يسهل، يعني في شهر 6 الجاي ان شاء الله. يعني شهر 6 تبقى المنظومه اكتملت يعني باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا مهندس سيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل، وقال لنا معلومات هيك كتيره ومفيده وحلوه قوي، ان شاء الله تنطلق المنظومه دي ممكن توفر على ناس كتير، ان هو هيمشي في دين لوحده ملوش علاقه بقى ببقيه الدائري، فده شيء لطيف جدا جدا زي اوروبا كده، فان شاء الله نشوف ده على خير. يعني نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، خليكم معانا. في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمواجهة الجرائم التموينية بشتى صورها، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية الأمن في ضبط أكثر من 243 طن دقيق بلدي مدعم. قام مسؤول عدد من المخابز البلدية بالقاهرة والجيزة وسوهاج وشمال سيناء والقليوبية بالتصرف فيها ببيعها بالسوق السوداء، مستولين بذلك على الدعم المقرر لها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. كما تمكنت من ضبط أكثر من 18 طن دقيق أبيض تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من سعرها المتداول وبأسعار السوق السوداء بالقليوبية والجيزة والمنوفية والقاهرة. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 74 طن أرز أبيض تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالقليوبية والقاهرة والشرقية والجيزة وكفر الشيخ وسوهاج وأسوان. الأجهزة الأمنية ومع استمرار حملاتها للتصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق تمكنت من ضبط نحو 54 طن زيت طعام ومواد غذائية أخرى متنوعة تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالقاهرة وسوهاج والجيزة والشرقية. وتمكنت من ضبط 73 طن مواد بناء متنوعة. قام مالك عدد من مخازن لتجارة مواد البناء بالمنوفية والشرقية والدقهلية وسوهاج بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 21 طن أعلاف حيوانية بمخزن بدون ترخيص لتجارة الأعلاف الحيوانية بقنا ومحل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول. ونجحت في ضبط قرابة 24 طن أسمدة زراعية متنوعة غير معلن عن أسعارها بحوزة مسؤولي ومالكي عدد من محلات لتجارة الأسمدة الزراعية بالمنوفية والشرقية وقنا بقصد بيعها بأزيد من سعرها المتداول. على صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 136 طن مخللات ومستلزمات إنتاجها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرا على صحة المواطنين حال طرحها للتداول بالأسواق بمصنعين لإنتاج وتعبئة المخللات بالمنوفية والشرقية.
كما نجحت في ضبط أكثر من 16 طن ملح طعام وزيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية والغربية وكفر الشيخ. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 35 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطراً على الصحة العامة حال طرحها للتداول بالأسواق بالشرقية والقليوبية والقاهرة. اهلا بحضراتكم مره تانية. الحقيقه بقالنا كتير واصبحنا مهتمين بشكل خاص بكل ما يدور حول الصحه بشكل عام في العالم بعد فيروس كورونا، وبقينا كل شويه بقى بنسمع عن فيروسات جديده، ايشي مخلاوي وايشي نورو فيروس وايشي مش عارف، طبعا لسه كورونا مكمل باشكاله والوانه ومتحوراته، فمحتاجين دايما نتابع ايه اللي بيحصل في العالم ونفهم ليه بنسمع عن فيروسات جديده وإيه نتيجتها، وهل ممكن تنتشر ولا لا. يعني أصبح ده جزء أساسي من اهتمامات. إحنا النهاردة بنتكلم عن فيروس بيقال إنه شديد العدوى ويصيب الأطفال، وهو فيروس اسمه نورو فيروس، واللي انتشر بكثافة الأيام الماضية وظهرت منه حالات بشكل خاص في بريطانيا وفي الهند كمان. وبيقولوا إنه عدد المرضى في المستشفيات ازداد ليصل الى تقريبا حوالي 400 حاله في الاسبوع ده، مقارنه ب 370 حاله في الاسبوع الماضي. وطبعا في اعراض منها الاسهال والقيء والم في المعده، وخلينا نقول لكم انه برضو في شويه قلق من هذه الفيروسات في العالم، ولكن فيما يبدو ان الوضع تحت السيطره حتى الان، لكن هنفهم ونقرا بشكل علمي واكثر تخصصا. فخلونا نرحب بحضراتكم من لندن الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة. أهلا بك يا فندم منورنا. أهلا أستاذ حسام، أهلا بحضرتك السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. الأول قبل ما أروح لموضوع النورو فيروس، إحنا طبعا سمعنا أن حضرتك عامل دراسة مهمة جدا، أنه ودي يمكن إجابة على يعني كنت بقوله في الأول، أن إحنا بقالنا فترة عمالين نسمع عن فيروسات كتيرة وأشكال مختلفة، وعندنا حتى جالنا المخلاوي ده من فترة، فإيه اللي بيحصل؟ ليه مرة واحدة بدأنا نسمع عن أسماء جديدة وفيروسات جديدة وبينها ما هو سريع الانتشار منها اللي هو مش قوي قوي، بس ليه؟ إيه اللي جد؟ إيه اللي جد في حياتنا؟ ولا إحنا اللي مركزين أكتر؟ يعني أسأل حضرتك السؤال ده. بالفعل هو يعني في عوامل كثيرة بتتشارك في فهمنا للي بيحصل. اولا الفيروسات اللي بنسمع عنها كتير منها فيروسات قديمه بالجديد. يعني نورو فيروس مش جديد، فيروس قديم موجود من سنين وبيظهر بشكل موسمي فصل الشتاء تحديدا. لكن الاساس في دراسات يمكن دي حضرتك اشرت ليها، دراسات مهمه كانت ظهرت في السنوات الاخيره بتربط بين التغيرات المناخيه زي الاحتباس الحراري والتغيرات المناخيه بشكل عام وبين ظهور الفيروسات. ومش بس كده، يمكن دي مفاجأة يعني ما كناش نتوقعها، بتربط كمان لحدوث اختلال في تركيب القشرة الأرضية ممكن تسبب أو تكون أحد الأسباب اللي تؤدي للزلازل والكوارث. واحنا بقالنا فترة بنشاهد كوارث طبيعية بشكل مكثف وقوي ومدمر ومزلزل الحقيقة، فدي برضو ظاهرة لازم نتوقف عندها، يعني سواء فيضانات زلازل طبعا لسه ربنا يعينهم ويكون لطيف بيهم، الزلزال في تركيا وسوريا قبلها، فيضانات في أمريكا وفي باكستان غرقت ثلاث أرباعها، ويعني في توسع كبير في الكوارث الطبيعية الحقيقة. طبعا للأسف يعني ما نقدرش إن احنا ننفي بشكل قاطع ارتباط ده بالتغيرات المناخية، وطبعا ارتباطه بحدوث انتشار للفيروسات القديمة أو ظهور فيروسات جديدة وتحورات جديدة زي ما حصل مع الجائحة. الحاجة الثانية أستاذ حسام برضو اللي تفسر ظهور الفيروسات أو انتشار الفيروسات القديمة بشكل أكتر هو الإغلاق اللي تم بشكل كامل مع جائحة كورونا
يعني فيروس كورونا المستجد. الإغلاق ده كان مهم جدا عشان يقلل انتشار الفيروس، لكن أدى لانخفاض مناعة الناس بكثير من الفيروسات، واللي احنا بنشهده دلوقتي بما فيها انخفاض مناعة الناس نتيجة الغلق اللي احنا ليه بقى؟ لأن الميكسينج أو المعاملة الطبيعية بين الناس والاختلاط الدائم يوم بعد يوم بيخلي الفيروسات دي بتنتشر بشكل طبيعي، والناس بتكتسب لها مناعة من غير ما يحصل أعراض شديدة. لكن الناس لما تنعزل أو يحصل إغلاق بشكل كامل، والإغلاق وصل لسنة ونص تقريبا حول العالم يعني، ده أدى أن الناس ما كانتش بتنشر ما بينها الفيروسات الموجودة في المجتمع بشكل عادي. ومن هنا مناعتها قلت، لانه كان في تباعد اجتماعي فما فيش احتكاك، زي اللي حصل كده مثلا لو جاز التعبير يعني، وكان على نطاق اكبر لما اكتشفوا الامريكتين وراح طبعا كولومبوس وجنوده، بعد كده الحملات المختلفه، فدول الناس دي ما اتقابلتش قبل كده، فنقلوا فيروسات من هنا لهنا، فمات طبعا جزء كبير من سكان الامريكتين السكان الاصليين. بالظبط يا فندم، بالظبط. وكمان الفيروس الانفلونزا، الفيروسات العاديه، احنا الحمد لله دلوقتي ما بنشوفش مشاكل من فيروس كورونا، لكن فصل الشتاء ده كان قاسي جدا عند يعني كثير من وحدات الحالات الحرجه هنا في بريطانيا للفيروسات الانفلونزا العاديه، بتسبب اعراض شديده ومضاعفات، وبدانا نشوف وفيات منها ما كانتش موجوده طبعا على نطاق محدود، لكن تفسيرها العلمي انها شراستها زادت بشكل نسبي نتيجه شايف ده شيء غير عادي يعني، مش التقليدي، مش الطبيعي يعني. بالظبط يا فندم، بما فيها يعني نورو فيروس بينطبق عليه نفس النظريه. طب ايه بقى نورو فيروس ده؟ نورنا كده، عشان برضه في تخوف ان هو يجي مصر، وبعدين انا شايف انه الحالات بتزيد حتى في الهند، بيقولوا في ارتفاع كبير في عدد الحالات. هو حق نورو فيروس موجود في كتير من دول العالم، هو مش فيروس نادر ولا خطير، موجود ومنتشر وبيسبب حالات كثيره جدا في العالم بشكل دوري. بيسمى ميكروب القيء الشتوي، لأنه في الأكثر بينتشر فصل الشتاء، وبيسبب أعراض جهاز هضمي، قيء وإحساس بالغثيان وإسهال عند كافة الفئات العمرية. وكثير من أسباب الإسهال والترجيع أو القيء اللي بتحصل في الأطفال والكبار بتبقى نتيجة نورو فيروس، وطبعا الناس عشان يعني ما فيش تركيز على الموضوع ده ما بتبقاش عارفة اللي حصل إيه. طب أفرق بينه إزاي والنزلة المعوية العادية؟ أو حالات التسمم. ما نقدرش نفرق بشكل قاطع إلا لو عملنا التحليل. وكثير من حالات النزلات المعوية العادية بتتحسن خلال يوم أو اثنين بالإجراءات التحفظية العادية، بإعطاء محاليل أو أدوية لتوقيف الترجيع. فإحنا ما بننصحش إن كل حد يجيله ترجيع بسيط يعمل التحاليل، لأن الموضوع في الأغلب بيبقى بسيط. القلق الأكبر لما بيكون الحالات في فئة الأطفال، لو بالذات لو الأطفال الرضع أقل من سنة أو كبار السن، من هنا طبعا بيبقى فرصة حدوث مضاعفات بتبقى أكتر. وحتى لو عرفنا أن الفيروس ده هو السبب، هو الفيروس ملوش علاج بشكل قاطع، ما فيش عقار أو دواء يعالج الفيروس. العلاج نفسه بيبقى علاج تحفظي، وخلال يوم أو يومين من الإصابة بالفيروس بتبدأ تظهر الأعراض، وخلال يوم أو يومين تانيين بعد ظهور الأعراض في الأغلب أغلب الحالات بتتحسن بشكل تلقائي. طيب هل في تخوف من انتشاره يعني بشكل واسع ولا شيء عادي؟ هو يعني اكيد في تخوفات، بس مش معنى الاطفال تحديدا يعني. بالطبع، لان طبعا الاطفال جهاز المناعه بتاعهم يعني مش مكتمل بشكل كامل، فمناعتهم بتبقى قليله، وزي بالظبط فئه كبار السن مناعتهم بتبقى قليله، وقدرتهم على مقاومه المضاعفات من الفيروس بتبقى اقل، ولانه بيسبب قيء وبيسبب اسهال، فاكتر حاجه بيعملها الفيروس ده جفاف ونقص في كميات المعادن والاملاح في الجسم. وطبعا الاطفال وكبار السن بتبقوا اكثر الفئات اللي ما بتقدرش تقاوم بشكل كبير حدوث الجفاف، ومن هنا الاهتمام بيبقى اكتر. ويمكن نقطه ثانيه يا استاذ حسام، الفيروس ده بالتحديد يعني مهم قوي للناس، يعني كجانب من جوانب الاهتمام بالغسيل اليد بشكل مستمر، ان فيروس النورو فيروس مش بيتم القضاء عليه بالسانيتايزرز او المطهرات الكحوليه، لازم ميه وصابون. دي حاجه مهمه جدا الناس تحط في بالها، يعني الغسيل بالميه والصابون هو اهم شيء فعال للقضاء على كافه هذه الانواع. والدنيا بتبقى برد في الشتاء فالناس بتكسل، بس احنا لازم نستمر في موضوع
غسيل الايد والتطهير والكحول ده بشكل عام بقى في حياتنا. يعني اتعلمنا ده يكون اساسي بقى في الحياه خلاص بعد كورونا، بس بننسى برضو احيانا. بالظبط، يمكن دي من الحاجات اللي اتعلمناها من الجائحه، يعني الاهتمام بغسيل اليد بشكل مستمر. والحقيقه هي دي الطريقه الاساسيه للوقايه من نورو فايروس، هو غسيل اليد بشكل مستمر بالميه والصابون، وكمان عدم وضع اليد في الفم بدون داعي، لان هو بينتقل عن طريق الفم وبينتقل من شخص لشخص بسرعه. لان حاجه تانية في النورو فايروس ده برضه بتفسر زياده الحالات هنا في بريطانيا وفي امريكا كمان، ان هو الحمل الفيروسي اللي بيحتاجه المريض عشان ينقله المريض تاني قليل جدا، يعني ما بتحتاجش تبقى عندك عدد كبير من الفيروسات عشان تنقله، فهو بينتشر بسرعه. لكن برضه بدون ما نقلق الناس، مضاعفاته في الاغلب بتبقى محدوده، ويعني واعراضه بتبقى بتتحسن بشكل تلقائي خلال ايام مع اعطاء المحاليل واعطاء التغذيه السليمه. جميل جدا، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل المعلومات القيمه دي. دكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجه، وكان معانا من لندن عبر سكايب، شكرا جزيلا. اخر بقى قصه معانا النهارده، نحيي مع حضراتكم ذكرى ميلاد الفنان الجميل سمير الاسكندراني صاحب الصوت المميز والاعمال الوطنيه الخالده. والحقيقه دايما سيره هذا الرجل عليها تساؤلات كثيره وكبيره، وكمان مسيره حياته برضو فيها كتير من النقط المحتاجه تامل. طبعا هو درس في كليه الفنون الجميله وتعلم بعدها اللغه الايطاليه، وكمان بعد كده راح في مدرسه لتعليم الاجانب واستكمل دراسته في بيروجيا الايطاليه، وتعلم الرسم والفن والموسيقى، وبعد كده عاد الى مصر وظل يعني كما بيقولوا في منطقه دافئه كده من الشهره، لكن ليه علامات واغاني بارزه، وكمان ليه دور وطني دائما ما يتم ذكره الحقيقه. وهنا عايزين نتوقف عند كمان الحته دي طبعا، لانه يعني قيل كثيرا نقدم طبعا خدمات وطنيه كبيره في ظل الصراع العربي الاسرائيلي لمصر. احنا معانا الناقد الفني الاستاذ احمد السماحي، اهلا بك يا فندم منورنا. اهلا وسهلا بيكم، وانا بشكركم ان كنتوا اهتميتوا بقيمه من القيم اللي وقع عليها ظلم كبير جدا، وحقيقي فنان متميز جدا زي ما انت قلت استاذ حسام، وقدم العديد من الروائع الغنائيه على، ورغم قله هذه الاغنيات الا انك انت عندما تقول مثلا اغنيه دوسه هتلاقي في ناس كتير او اجيال عارفاها، يعني طبعا هنقول مثلا مين اللي قال هتلاقي في ناس كتير عارفاها، قولوا الحبيبي امر الليالي طبعا. يعني الراجل له اغاني كتير علامات بارزه في المشوار، لكن هذا القيمه والقامه لم ياخذ حقه من وسائل الاعلام، عشان كده انا ليه بقى ليه يعني هو جداً. هو كمان يعني انا عجبني هو توسع كمان في الدراسه، كان انسان مثقف جدا ومتعلم الايطاليه ودارس شعر ورسم وموسيقى، يعني فنان شامل. ليه ما تم يعني ما نبغش او ما خلينا نقول ما استطعش نجمه كفنان زي كتير من ابناء جيله مثلا؟ بص، لان انا قد تربطني علاقه صداقه بنجمنا الكبير سمير الله، وكنت بروح له دايما في بيته هنا في وسط البلد، في شارع في وسط البلد يعني جنب العتبه، وكان بيقعد يحكي لي على مشواره وعلى قد والنجوم اللي اتعامل معاهم، واحتضان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب لموهبته، لان كمان سمير اسكندراني كان بيتميز بخامه صوتيه نادره جدا جدا، والكلام ده انا يمكن بحكم صداقتي لسمير اسكندراني صوت اجش جهوري كده بالظبط، ومختلف عن كل الموجودين، وبحكم صداقتي للملحن عز الدين حسني شقيق الفنانه سعاد حسني والسيده نجاه، كنت بساله بره استاذ عز هو مين الصوت المميز؟ قال لي بص المميز جدا والخامه الصوتيه مش هيجي زيها عندنا محمد ثروت وعندنا فيروز وعندنا سمير اسكندراني. فانا استغربت جدا، قلت له سمير اسكندراني؟ قال لي قال لي خامه سمير، لانه خامه صوت مختلفه تماما عن غيرها جدا، وتسمعه في اي وقت تعرف ان ده سمير الاسكندراني.
سمير اسكندراني وقع عليه ظلم، هو كان احد اسباب هذا الظلم اللي وقع عليه، لان سمير اسكندراني ما ركزش بنسبه 100% في الغناء. دايما المطرب الذي يركز في الغناء، الغناء يعطي لهذا المطرب، ومش حقيقي مش الغناء بس، مش او المطرب بس، يعني كتير اي انسان بيخلص لشغله وبيخلص لمهنته. ما البعض ده يعني بيرجع ده لانه كمان كان صاحب قضيه وطنيه، وانه طبعا لا بص لا انا عايز اقول لك ان انا قرات أنا عشرات الحاجات عن دور، وطبعا عمله مع جهاز المخابرات المصريه، وطبعا في ناس كتير بتفتي وتحط معلوماتنا عندها، لكن ايه من اكتر الناس اللي اثار الجدل في دور اللي لعبه طبعا في ظل الصراع العربي الاسرائيلي. انت بتقول كنت قريب منه شخصيا وكنت بتزوره، للي ما يعرفش بقى والاجيال الجديده، هو عمل ايه بالظبط؟ او الراجل ده كان، هل هو كان عميل مزدوج فعلا زي ما بيتقال ولا كان ايه بالظبط؟ لا هو لعب دور مهم جدا جدا، لان حاولوا الصهاينه يجندوه، كانوا عايزين يستخدموه لوضع محاوله اغتيال المشير عبد الحكيم عامر، ودس سم طويل الامد للرئيس جمال عبد الناصر، وهو بس طبعا ده علشان يبلغوه ان هو يعمل ده، خد منه فتره طويله جدا. وهو نجمنا الكبير اصر ان هو يقابل الرئيس جمال عبد الناصر، وقالوا له طب تقابل فلان، يقول لهم لا، تقابل فلان، يقول لهم لا، انا عايز اقابل الرئيس جمال عبد الناصر. وقابله فعلا، قابله بالفعل جدا، وحكى له اللي حصل، فقال له يا سمير انت مهمتك معانا لسه هتبتدي، وفعلا بدا يرشده الى هذه، لانه كمان كان في مجموعه من العمليات التخريبيه هتحصل في مصر، وبسبب سمير الاسكندراني لم تحدث هذه العمليات، ارشد عنها قبل وقعها. فهو لعب دور وطني جدا، وراحوا له مجموعه من الكتاب، قال لي يجوا لي كتاب كثير جدا ان هم يكتبوا هذه المعلومات، لم يفصح عنها الا في نهايه حياته، لانه كان بيعتبر ان اللي عمل اللي قام بيه ده دور وطني اي شخص ممكن يقوم بيه، ومش حاجه عبقريه ان هو يلعب الدور الوطني ده، لانه ابن من ابناء مصر، وده دور مصر عليه يعني. بعد كان بيقول ان هو كان يهودي واسلم، دي معلومه حقيقيه ولا اي كلام؟ لا دي معلومه، لا ده هو يعني راجل اتولد في الغوريه وبعد، لا هو مفيش مشكله طبعا ان هو اصلا يكون يعني، دي حاجه طبعا من عارف كلنا ابناء مصر يعني، بس انا بتكلم لانه ده دايما بيتكتب على المواقع، وفي فتي كتير برضه في القصه دي، وما بحبش الفتي الصراحه. لا بص، معظم معلومات الانترنت معلومات مضلله ومعلومات مش حقيقيه، ودايما حتى احنا دلوقتي بنمارس عملنا الصحفي، ونيجي نستند الى معلومه من على الانترنت، فجاه تلاقي الفنان يقول لك ان ابرز دليل، وانا بدور تحس كل موقع كاتب حاجه على مزاجه بالظبط كده. فبالتالي حتى اسماء احيانا تواريخ الميلاد بيكتبوها غلط، ميلاد والوفاه بيتكتب، وبيطلع اصحاب بقى التواريخ نفسهم ينفوها. والله انا شفيق جلال مره بقول له انت مواليد كذا، قال لي لا انا مواليد شهر كذا، وهو كان مكتوب على النت انه مواليد شهر كذا. فبالتالي دايما في معلومات كتير مغلوطه جدا، وانا بشوف ان دور الاعلام المصري، وعشان كده انا ليه بدات الحلقه ان انا شكرتكم النهارده، لان سمير اسكندراني حتى اغانيه، في اغاني كتير جدا جدا لسمير اسكندراني لا تذاع، يعني سمير اسكندراني كل ما يذاع له. طب هل يعني اسرته مثلا او اصدقائه ما فيش مشروع لاطلاق اغاني مره تانية للتعريف بيه، تقديم كتاب برضو عن دوره كمان، مش بس الغناء ولكن دوره البطولي الوطني؟ هو بص، هو المشكله ان احنا في مصر نفتقد مش سمير اسكندراني فقط، ولكن كثير من ابناء مصر خاصه في المجال الفني نفتقد التوثيق في مصر. ايوه موضوع التوثيق ده محتاج حلقه وحلقات، لان طبعا احنا عندنا قامات كبيره جدا طبعا، عشان احنا ما عندناش كمان اليه للافراج عن الوثائق، يعني بره مثلا يعدي 20 سنه يقول لك هنفرج عن وثائق كلاس كذا، 50 سنه وثائق كلاس كذا، احنا ما عندناش القصه دي، نفسي تبقى عندنا. يعني احنا نتمنى ان، لان احنا عندنا قامات فنيه حقيقي حياتهم تصلح لتقديمها للاجيال الجديده، لانها مليئه بالثراء الفني. يعني محمد قنديل مثلا عنده كم مرعب من الاغاني الوطنيه، ما سابش مناسبه وطنيه الا ما غنى لمصر. سمير الاسكندراني من بدايه، وفي حاجات كتيره محتاجه كمان ترميم وكده.
هي اصلا ما بتتذاعش. هو الناس فاكره ان مثلا سمير اسكندراني له 20 اغنيه على الانترنت فهي دي تاريخ مشوار سمير اسكندراني. لا، سمير اسكندراني قدم حوالي 200 اغنيه، فال 200 اغنيه دول مش موجودين، اللي موجود حوالي 20 30 اغنيه بالكثير خالص. ومش بس سمير اسكندراني، احنا عندنا كل رموزنا الغنائيه واساطين الغناء في مصر والعالم العربي اللي موجود على النت نسبة ضئيلة جدا جدا من تراثهم الحقيقي. يا ريت انتوا دي تتبنوا موضوع التوثيق الفني في مصر، ان احنا بنعتقد التوثيق الفني والمعلومات المغلوطة جدا. يعني الواحد بيحتار في المعلومة، يمكن انا لان انا بالنسبه لي عندي ارشيف فني ضخم، وكان الله يرحمه سمير اسكندراني يقول لي، يعني مش عايز اشكر في نفسي بس كان دايما يقول لي انت مؤرخ فني. فالمساله في الاول وفي الاخر كان بنفتقد ده. وعندما اصدرت كتاب عبد الحليم حافظ كتير جدا من الناس قالوا لي انت ليه بتصدر كتاب عن عبد الحليم؟ ايوه والله. وامبارح كانت معانا حفيده اسماعيل ياسين برضو، قلت لها فين عايزين نفرج عن وثائق وكتب، وقالت لي بابا كاتب بس ما نشرناش. طب فين يا جماعه؟ لانه كمان الناس بتقعد، يعني انا اسف اللفظ، بتهزي احيانا وتخترع قصص وحكايات مش حقيقيه على الانترنت كتير جدا. وطالعه موضه دلوقتي، يجي في مجموعه من الشباب اللي هم بيجيبوا معلوماتهم على الانترنت ويقول لك يقول لك دي حقيقه. زي امبارح برضو يعني برضو صححنا كذا معلومه، يعني ده كتير جدا المعلومات اللي كتير. يا ريت بقى حضرتك تشرفنا في حلقه نتكلم فيها عن التوثيق، يعني تبقى حلقه وجيب لنا بقى فيها صور حلوه وقصص جميله. لا احنا ممكن نعمل حلقه، لان انا عامل كتاب عن عبد الحليم حافظ اسمه سيره واغنيات مجهوله. انا مطلع 102 اغنيه لعبد الحليم حافظ لم يسمع عنهم احد. يلا بينا. عامل رد فعل. يلا بينا يا استاذ احمد، تنورنا. شكرا جزيلا ليك استاذ احمد السماحي الناقد الفني، نورتنا ومعلومات مهمه ومثيره وما زالت مثيره حتى هذه اللحظه، حياه طبعا الفنان الكبير سمير الاسكندراني. بيتكلم لنا الناقد الاستاذ احمد السماحي انه قام بدور بطولي ومنع بفضل يعني وطنيته مجموعه من الاعمال التخريبيه اللي كانت هتجري في مصر في زمن الرئيس عبد الناصر، وما زالت بتتكشف معلومات كل شويه. يعني على اي حال هنروح مع حضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل هنكون مع وقفة مع الفارس الذي اقتحم الشمس، عميد الأدب العربي ورائد التنوير في مصر وربما العالم، الأديب الكبير طه حسين، نتحدث عنه بالتفصيل بعد الفاصل مع طبعا وزير الثقافة الأسبق والكاتب والمؤرخ والصحفي الكبير الأستاذ حلمي النمنم بعد الفاصل. دشنا الأسبوع قبل الماضي حفل كان كبير لتدشين مؤسسة فاهم للدعم النفسي، وهي مؤسسة من منظمات المجتمع المدني اللي بتتكلم عن الصحة النفسية والحفاظ على أولادنا من كل ما يمر به من تحديات. عندنا تحديات كثيرة جدا جدا. عام 2022 أعلن السيد الرئيس أنه هو عام منظمات المجتمع المدني، وده في شراكة ما بين منظمات المجتمع المدني وما بين الدولة فيما يتعلق بكل الجهود اللي الدولة بتعملها عشان حقوق الإنسان. ومن ضمن حقوق الإنسان الصحة النفسية إن احنا نحافظ عليها. النهاردة البروتوكول الموقع مع مؤسسة سيف، الحقيقة بنستغل وبنستخدم المنتجات اللي هم عاملينها للأطفال كمدونات وككتب وكألعاب، إزاي إن احنا نشجع الأولاد إن هم يعبروا عن ما يدور في داخلهم. مهم جدا إن الولد أو البنت يعبروا باللي بيشوفوه، ما يخافوش إن هم يكلموا، ما يكسفوش إن هم يكلموا. وكمان رسالة للأسرة إن هي تستمع إلى هؤلاء الأطفال. الحقيقة إنه البروتوكول النهاردة حيوسع من مجالات عمل المؤسسة في المدارس الحكومية بالتأكيد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وأيضا المدارس التجريبية والمدارس الدولية. قدرنا نحط التروس وقدرنا نعمل مثلث ذهبي يشمل فكر فاهم للصحة النفسية، الأدوات والوسائل اللي موجودة في سيف إيجيبت، والتطبيق الفعلي على
إلا على الأرض، لأن مؤسسة التعليم أولا على الأرض بتدرب شريحة من شرائح المدارس الحكومية وهي المدارس التجريبية، وعددها 1300 مدرسة ومنتشرة في 27 محافظة. وكان دايما الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي اللي موجودين ومتعينين في المدارس الحكومية التجريبية دايما كان نفسنا نفعل دورهم ويبقى عندهم كل الوسائل اللي تساعدهم ان هم يقدروا يحافظوا على الصحة النفسية والتوازن للطالب. فأنا النهاردة في الحقيقة في غاية السعادة ان ثلاث مؤسسات مجتمع مدني يقدروا يعملوا تروس مع بعض ويقدروا يكملوا بعض في مجال الصحة النفسية. طيب دكتور طه، انت صاحب الرأي الخالد، العلم كالماء والهواء، بل صاحب النضال من اجل تحقيق ذلك. الاشياء دي اصبحت متحققة هذه الايام، ايه اللي تحب تقوله في ضوء خبرتك؟ احب ان اسأل الله الرحمة والرضوان للاستاذ المرحوم نجيب الهلالي الذي كان وزير المعارف وقتا ما مرتين، وهو أول من قرر مجانية التعليم الابتدائي، وأنا قررت مجانية التعليم الثانوي والفني. وأحب أن أشكر للسيد رئيس الجمهورية أنه حقق ما منعت أنا من تحقيقه، وهو مجانية التعليم الجامعي، فقد طالبت به عندما كنت وزيرا ولكن الملك أبى ذلك كل الإباء وقال إني أريد أن أنشر الشيوعية في مصر، وقبل الوزراء رأيه فلم يوافقوا على مجانية التعليم العالي. الحقيقة لو قعدنا نتكلم عن طه حسين حلقات وحلقات لن نفيق قدره بكل التأكيد، ولكن يمكن من الكلمات اللي مستني أنا شخصيا ما قاله عنه طبعا العملاق نزار قباني وهو بيرثيه الحقيقة طبعا بعد وفاته عام 1973 في شهر أكتوبر، وبيقول له إيه: ارمي نظرتيك، ما أنت أعمى، إنما نحن جوقة العميان، أيها الأزهري يا سارق النار ويا كاسر حدود الثواني، عد إلينا فإن عصرك عصر ذهبي ونحن عصر ثاني. نتحدث عن الفارس الذي اقتحم الشمس، رائد التنوير في الوطن العربي وعميد الأدب العربي بلا منافس، الأديب الكبير والعملاق طه حسين، الحقيقة شخصية فذة في كل جوانبها وشخصية متمردة في كل جوانبها، ومسيرة طويلة وحافلة. يمكن بنحتفي بخمسين عام على رحيل عميد الأدب العربي، وما زلنا بنقول ليه مش قادرين ناخد الروشتة اللي وضعها عميد الأدب العربي كبداية لطريق حقيقي للتنوير في مصر والمنطقة. اسمحوا لي النهاردة ان احنا يعني نحاول نلقي بعض الإضاءات كده على مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز، وقلما نلاقي زيها الحقيقة في وطننا العربي أو حتى في القرن العشرين. وطبعا بيسعدني أن يكون معايا في هذه الفقرة واحد يعني من أهم المدافعين عن طه حسين ومن أكثر من كتبوا عنه، والحقيقة هو أيضا مما يحملون لواء التجديد والتطوير وحمل رايات التنوير. اسمحوا لي أرحب بحضراتكم بوزير الثقافة الأسبق والكاتب والمؤرخ والصحفي الكبير الأستاذ حلمي النمنم. سعيد جدا بوجود حضرتك معنا النهاردة. أستاذ حسام نورتنا، كل سنة وانت طيب. حضرتك طيب، أهلا بيك. يعني صعب قوي لما نيجي نحكي عن سيرة عملاق أو شخصية فذة واستثنائية زي طه حسين ما تبقاش عارف هتبدأ منين، لأن كل حياته الحقيقة تحتاج إلى إضاءات، وكل سطر في قصته تحتاج إلى وقفة وتأمل. لكن أنا هبدأ من المشهد
الحديث مع القاهرة الدولي للكتاب، وسمعنا الحقيقة أنه يمكن في ارتفاع كبير جدا 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 لمبيعات كتب طه حسين، وتم الحقيقة عمل توزيعات جديدة وبأسعار مخفضة. قريت الخبر ده إزاي؟ هو سنة 23 بتشهد مرور نصف قرن على رحيل الدكتور طه حسين، والحقيقة أنا كنت أتمنى على اللجنة العليا لمعرض الكتاب وهي تضع خطة دورة يناير 23 أن يكون الدكتور طه حسين شخصية المعرض، لكن جرى اختيار الشاعر الكبير صلاح جاهين والفنان العظيم صلاح جاهين لكي يكون شخصية المعرض. لكن على العموم فيما يتعلق بالدكتور طه حسين، أنقذ الموقف دار المعارف، لأن هي عندها حق نشر أعمال الدكتور طه حسين، وأصدرت الأستاذ سعيد عبده رئيس مجلس الإدارة أصدر طبعة كاملة من كل أعمال الدكتور طه حسين جديدة بمناسبة معرض القارة الدولي للكتاب. وأنا زرت جناح دار المعارف أكثر من مرة وشفت مدى الإقبال ومدى على الطبعة الجديدة من كل عناوين الدكتور طه. في الوقت نفسه وزارة الثقافة من خلال هيئة الثقافة الجماهيرية قطاع النشر بيها، وأنا لازم أوجه التحية إلى الفنان هشام عطوة، الدكتور هشام عطوة رئيس الهيئة، وإلى المبدع الأستاذ جرجس شكري مسؤول النشر، لأنهم أصدروا 21 كتاب 22 عنوان من أعمال الدكتور طه حسين، وكان من ضمنها عملين مهمين جدا، الفتنة الكبرى بجزء الأول والثاني، الجزء الأول اللي هو عثمان والجزء الثاني عليون وبنوه، وأصدروا أيضا في الشعر الجاهلي، والكتابين كانوا من أعلى التوزيع في جناح أصول الثقافة في المعرض، إلى درجة أنه في أول 3 أيام بالمعرض كتاب في الشعر الجاهلي وزع 500 نسخة من جناح أصول الثقافة فقط. وده شيء جميل في ده رقم رقم مذهل بالنسبة لكتاب زي ده، وبالنسبة ده مجرد جناح في هيئة من هيئات وزارة الثقافة. فالحقيقة الإقبال الشديد على مؤلفات وأعمال الدكتور طه حسين بيؤكد عدة أشياء. أولا أن الأجيال الجديدة بتقرأ وبتتابع، أنها تريد معرفة تاريخها الثقافي والفكري، أن هناك طلب حقيقي على التجديد في مصر وعلى الاستنارة في مصر. جميل جدا. طب وده منطلقي يعني في الحوار مع حضرتك، وانت ذكرت في الشعر الجاهلي الأديب العملاق طه حسين كان ليه معارك كثيرة مع ناس كتير جدا ومع مؤسسات كثيرة جدا، هل في رأي حضرتك انه تم التعود التشويش على انجازاته بذكر المعارك اكتر من الفكر اللي قدمه حقيقة، خاصة في فترة بقى الصحوة الإسلامية وحتى ما تلاها بقى من وجود طبعا التيارات السلفية والإخوان المسلمين وغيرهم ومن على نفس هو الشكل؟ الحقيقة الدكتور طه اصطدم بأطراف كثيرة، ولكن في مثلا في نهاية الأمر تقدر تقول أن في معارك مؤقتة، يعني معارك سياسية أو معارك فكرية، معارك بنت وقتها وبتنتهي بنهاية وقتها، وهناك معارك لا تنتهي أبدا. مثلا من المعارك اللي تنتهي بنهاية وقتها معركته سنة 24 مع الزعيم سعد زغلول. هو الدكتور طه كان أميل إلى الأحرار الدستوريين وليس إلى الوفد، بالذات في فترة سعد زغلول، وكان عنده حجة قوية جدا عبر عنها في مقال، قال إن هو قلق على الشعب المصري لأنه الشعب المصري توقف عن التفكير لأن الزعيم يفكر له، وتوقف عن الاختيار لأن الزعيم يختار له، وتوقف عن القرار لأنه الزعيم مقرر له. ودي الفترة اللي كان بيتقال فيها لو أن الوفد رشح حجرا لانتخبناه، في ظل وجود زعامة كاريزمية طاغية زي طبعا زعامة سعد زغلول، يعني ودي الفترة اللي قيل فيها أيضا الاحتلال على يد سعد خير من الاستقلال على يد عدلي، في الصراع بين سعد زغلول وعدلي يكن، إلى هذه الدرجة كانت الناس في افتتان بشخصية سعد زغلول. فطه حسين لم يكن يكره سعد زغلول، كان يعرف للزعيم قدره ويحبه ويحترمه ويقدره، لكنه أيضا كان قلقا على تفكير الشعب المصري وعلى سلوكيات الشعب المصري، فكتب سلسلة من المقالات ليس مقال واحد انتقد فيها هذه العلاقة
أو هذه ما يمكن أن نسميه الكاريزما الطاغية للزعيم لدى بس الناس. ومنهم ويل للحرية بن سعد. طبعًا. طبعًا. كان طبعًا. مقال. هي مجموعة صادم والناس مقالات. قالت له إزاي تعمل ده في التوقيت ده يعني ده في الوزارة ورئاسة الوزارة. لا مش بس إنه رئيس وزارة. يعني ده مثلًا طبعًا. زعامة وكاريزما طاغية. يعني مثلًا تخيل ده بالظبط عامل إزاي لو أنت جيت في الستينات وتنتقد أم كلثوم مثلًا. ده هو 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 عمل ده ودي سببت له متاعب سياسية لكنها مرتبطة بوقتها مرتبطة بوقتها لأنه هو يعرف للزعيم سعد زغلول قدره وللوفد قدره والوفد أيضا يعرف من هو سعد زغلول لكن هي معبرة كمان عن شخصية طه حسين بأنه بيرفض فكرة التقديس أو هدم المقدسات أنه ما فيش فكر ليه تقديس دائم وعلى طول مش يعني كلمة هدم المقدسات ممكن تبقى كبيرة قوي لكن هو كان يريد للناس أن تفكر وأن تفكر بحرية يعني هي القضية ليست أنك تهدم المقدس مش مطلوب أنك تهدم المقدس لكن مطلوب أنك أنت تتعامل معه بحرية وبإنسانية الحرية والإنسانية هي التي تؤمن لأنه هو اللي هيجي هنشوفه سنة 55 اللي هيكتب مقال شهير في جريدة الجمهورية اسمه حق الخطأ أنه من حق الإنسان أنه يخطئ يعني فارق بين الخطأ طبعا والجريمة وفارق بين الخطأ والخطيئة وده كان بمناسبة أن أحد علماء الأزهر كان كتب مقال شديد جدا اسمه الشيخ عبد الحميد بخيت الله يرحمه كان أستاذ في كلية أصول الدين وكتب مقال عن الصيام كان مقال شديد قوي فالأزهر على الفور فصل ويعني حتى بدون ما يروح مجلس الأديب ولا أي شيء واتخذ منه موقف عنيف جدا فهو تدخل ليدافع عن حق هذا الرجل في التفكير حتى وإن أخطأ وكتب مقاله الشهير سنة 55 حق الخطأ ده اللي كان بيدافع عنه الدكتور طه حسين هو لم يكن يقصد إلى هدم المقدسات هدم فكرة مش هدم هدم فكرة التقديس للأشخاص التقديس للأشخاص أو التقديس لفكرة معينة إنه الإنسان والعقل الإنساني جبل على التفكير لأنه بعد كده كانت علاقته كويسة جدا بمصطفى النحاس ودخل لا مش أولا علاقته الإنسانية كانت كويسة جدا بمصطفى النحاس قد لا يعلم كثيرون أن الزعيم مصطفى النحاس هو شاهد على عقد زواج ابنته أمينة الله. يعني العلاقة إلى هذه الدرجة وده كان سنة 48 ثم الدكتور طه حسين مصطفى باشا النحاس وهو بيشكل حكومة الوفد سنة 50 وقع اختياره على الدكتور طه حسين يكون وزيرا للمعارف العمومية ودي كانت جرأة شديدة من مصطفى باشا النحاس لماذا؟ لأنه قدام الوفديين يذكرون لطه حسين معركته مع الزعيم سعد زغلول رقم واحد رقم اتنين الوفديين اللي موجودين مش عايزين علاقتهم تسوء بالملك ويعرفون ان العلاقة بين الملك فاروق والدكتور طه حسين لم تكن علاقة ودية لان الدكتور طه حسين كان كتب عمل مجموعة مقالات او قصص قصيرة اللي هي المعذبون في الارض ونشرها في مجلة الكاتب المصري فدي أغضبت بشدة الديوان الملكي وقبلها كمان الملك فؤاد يعني ثم وكتب أيضا في الكاتب المصري مقال عن الثورة ثورتان عن الثورات في التاريخ الإسلامي والتاريخ العربي وده كان الملك فاروق كان عنده انزعاج شديد من كلمة الثورة يعني مجرد كلمة الثورة كانت بتوتره بشدة وبالتالي أنت رايح بتختار رجل لكي يكون وزير للمعارف العمومية على الأغلب أن الديوان الملكي هيرفض وعشان كده لما قدم قائمة بكل الأسماء بأسماء التشكيل الوزاري اللي تعرض على الديوان الملكي عشان يحلفوا اليمين فجاء الديوان الملكي معترض على الدكتور طه حسين فمصطفى النحاس قال لهم مولانا من حقه يشيل كل أسماء الوزراء لكن أنا مصر على طه حسين والحقيقة أن الملك فاروق تسامح لكن يعني وجه له رسالة في أول اجتماع له بمجلس الوزراء بما معناه أن نحن نمنحك فرصة أخيرة عشان تكف عن كلام الشيوعية والأفكار اللي أنت بتكتبها وتنبش شوية كمان الملك فؤاد قيل أنه هو أثناء زيارته لجامعة القاهرة وطه حسين تعمد أنه يعطي درس للأبناء في هذا التوقيت يعني عن الملكية الدستورية وأفضل الديمقراطية طبعا دفاعا عن دستور 23 وغيره فهو أيضا كان في صدام مع نظام ملكي الحقيقة منذ بداياته هو كان في صدام طوال الوقت يعني مثلا له مقال شهير في الجمهورية هو كان بيكتب مقال ثابت في جريدة الجمهورية
فقرا مقالين في جريدة الجمهورية ما عجبهوش. كان أحد الكتاب رحمه الله كتب مقال عن الأدب اليوناني اللي بيدرس في الجامعة. الأدب اليوناني قائم على الأساطير اليونانية القديمة، فسماه أدب العفاريت. فالدكتور طه حسين كتب مقال في الجمهورية انهال هجوما ونقدا على رئيس تحرير الجمهورية أنه يسمح بنشر هذا الجهل، وأن هذا الكلام لا يصح أن ينشر، وأن ده كلام جهل يقوله جاهل رضي بجهله ورضي عنه جهله. فهو كان جريء طوال الوقت، وكان عنده الملكة النقدية والعقلية النقدية. بس البعض كان بيقول أنه كان شرس شوية في انتقاده، وكان أحيانا يعني بعض أبناء عصره وصفونه أحيانا كان منفر شوية في طريقة الهجوم، نتيجة طبعا التكوين النفسي وشعوره بالوحدة وهو صغير. وطبعا الحقيقة لما ترجع إلى النقد في ذلك الزمن، يعني مثلا هو نقده كان أرحم كثيرا من نقد عباس العقاد. يعني عباس العقاد في كلام كتبه في انتقاد سياسيين وشخصيات أدبية في ذلك الوقت، أنا لا أستطيع أن أقرأ جمل منه الآن على الهواء مع حضرتك، ولا يستطيع أحد أن ينشر مثل هذا الكلام، لأنه إذا راح القانون مبدئيا كده سب وقذف من أول جلسة. يعني مثلا كان في معركة لما العقاد ترك، ما اصطدموا مع بعض أصلا في مرحلة ما، لا ما اصطدموش، لكن كان في نوع من الحوار والجدل بينهم، لكن لا يمكن، بالعكس هم كانوا بيحبوا بعض جدا وبيقدروا بعض جدا، صدام داعم، لأن هم كان في كان في بينهم خلاف فكري واضح، لكن هم كانوا بيقدروا بعض على المستوى الشخصي، لأن هم الاثنين جمع بينهم عدة أشياء، أن كل منهما عصامي وبنى نفسه بنفسه. الدكتور طه حسين رجل عصامي بظروفه القاسية جدا، بنى نفسه وحصل على 2 دكتوراه، أول دكتوراه تمنحها الجامعة المصرية كانت ليه سنة 14 اللي هي عن أبو العلاء المعري، ثم أكمل وحصل على دكتوراه من السربون في عن عبد الرحمن بن خلدون. العقاد أستاذه أميل دوركايم كان الأستاذ العقاد كان أيضا بنفس الطريقة، فكان بينهم احترام وود وتقدير، لكن كان في بينهم خلاف في بعض الآراء النقدية من تقييمهم لبعض الشخصيات التاريخية. يعني مثلا الدكتور طه حسين انفعل جدا ورحب وسعد بمعاهدة 36، وكان سعيد ان هذه المعاهدة بتحقق لمصر الاستقلال، وعمل كتابه الشهير مستقبل الثقافة في مصر تيمنا بمعاهدة الشرف والاستقلال 36. العقاد كان مختلف مع مصطفى النحاس والوفد، فاعتبر ان هذه المعاهدة شؤم على مصر وعلى المصريين، وانها تعطي للانجليز ما لم ياخدوه حتى سنة 1882، وهاجم المعاهدة بضراوة بالغة، وهاجم مصطفى النحاس وكل من وقع عليه، لكن في النهاية دي اراء سياسية، وظلت العلاقة بينهم ودودة وفيها قدر كبير من الاحترام والتقدير. جميل جدا. طيب هنروح لفصل، بعد الفصل نرجع نسأل حضرتك لماذا بيعد طه حسين هو أول من يعني فكر بشكل جدي وأخضع التراث العربي للمنهج العلمي، وده أثار برضو عاصفة ومعارك كتيرة، خلينا نروح ليها برضو هذه النقطة لكن بعد فصل. الالتزام بمعناه الصحيح لم أتركه مطلقا، وليس معنى الالتزام الأديب لبيئته هو أن يكون عبدا لبيئة، ولكن أن يكون مرآة لها، وعندما تقتضي الحال أن يحاول الإصلاح يحاوله، وهذا لا يناقض الالتزام، لأن الأديب ليس رجلا يكتب أو يتكلم لا لشيء إلا ليصفق له الناس، إنما الأديب هو الذي يكتب
ليفهمه الناس، وبقدر ما يستطيع يحاول الإصلاح ما وجد إلى هذا الإصلاح سبيلا. وهذا لا يناقض الالتزام مطلقا، وليس معنى الالتزام إلغاء الحرية، ولكن معنى الالتزام هو أن يكون الكاتب حرا، وأن تكون حريته هذه درسا للذين يقرؤونه ويفهمونه. إذن هو التزام بالحرية وبالفكر السليم. قطعا. هي ما زلنا يعني في قضية الالتزام اللي بنتكلم عنها. الأستاذ كامل زهيري كان عايز يسأل الدكتور طه حسين عن بعض الأحكام التي كانت صدرت عنه. يعني في سؤال صغير، لأني في حيرة من ناحية أنني أحسست أنكم تدافعون عن المنهج الديكارتي منذ البداية، وأنكم حين ذهبتم إلى فرنسا إنما استخلصتم هذا المذهب العقلي الذي هو أساس للنهضة بل للثورة الفكرية الأوروبية، ثم نقلتم هذا المنهج إلى مصر وطبقتم هذا المنهج في ميادين عديدة. فهل تسمحون لي أن أسألكم ما هي علاقتكم بهذا المنهج الديكارتي، وهل لازلتم تتمسكون به؟ قطعا يا سيدي، وعلاقتي بهذا المذهب هو أني أولا قرأت كتاب ديكارت ديسكورس سور لا ميثود، وثانيا درست فلسفة ديكارت مع أستاذ من خيرة أساتذة السوربون في ذلك العهد، وهو الأستاذ ليفي بغول. أيوة فندم، يعني الأستاذ زهيري قصده يقول إذا كان في أحكام كانت صدرت عنك وبعدين تراجعت في هذه الأحكام أو كل الأحكام اللي صدرت عنك من خلال الفلسفة الديكارتية اللي كنت وبتقول ما زلت منتمي إليها اتغيرت. والله كل جل من لا يخطئ، الإنسان يخطئ ويصيب، فإذا أخطأ وعرف أنه أخطأ فأبسط الواجبات عليه أن يعود إلى الصواب، وهذا لا ينافي ما ذكرت. يعني طبعا طه حسين درس ابن خلدون بشكل خاص في السوربون، وتدلمس على ايد أميل دوركايم واحد من عظماء علم الاجتماع، ورحلته في السوربون كانت مختلفة عاد من بعدها، وهو بفكر جديد وعازم على نقد التراث والموروث، ولكن بشكل ومنهج علمي يقوم على التاريخية وأيضا النظر في الظروف البيئية، وده كان منهج جديد على المصريين في قراءة التاريخ ونقد التراث. قوبل بعاصفة، كيف قرأت أو إزاي توصف حضرتك هذه المرحلة؟ هو موقف النقدي من التراث أظن أنه بدأ منذ أن ترك الأزهر الشريف وتوجه إلى الجامعة المصرية، ثم حين تخصص في نال درجة الدكتوراه في أبو العلاء المعري. أبو العلاء المعري حين درسه الدكتور طه حسين في شبابه كان من المحرمات، كان بينظر إليه على أنه أحد الذين تزندقوا في التراث الإسلامي. طبعا رغم أنه صاحب الكفر، رغم أنه صاحب رسالة الغفران، واحد من اعظم الاعمال الادبيه على مستوى العالم كله. طبعا والى درجه قيل انه نقد النبوه، ويعني طبعا يعني ده بقى الكلام اللي هو يعني كان متهم انه معتزلي، بس يعني هي دي كل القضيه وفكر المعتزله ان ما نقد النبوه، يعني ما اظنش ان ابو العلاء المعري عملها. لكن ايا كان الاحوال، الدكتور طه حسين بدا بدراسه ابو العلاء المعري، طور هذا المنهج وطور هذه الرؤيه وطور ادواته حين سافر الى فرنسا في السوربون ودرس ابن خلدون، لان ابن خلدون ايضا هو صاحب
نظرية مهمة في تأسيس علم الاجتماع وفي تاريخ الحضارات، واللي يقرأ مقدمته أيضا عنده دراسات مواقف نقدية كثيرة جدا في حتى في التراث الديني، فهو كان مهيئ لده. العواصف التي قابلت الدكتور طه حسين وغير الدكتور طه حسين، معظم العواصف الفكرية في تاريخنا الثقافي والفكري في الحديث والمعاصر على الأغلب كان وراها سببين أساسيين. أولا هدف سياسي متخفي وراء المعركة. اثنين في استهداف شخصي. استهداف شخصي. استهداف شخصي للشخص اللي مقصود. الدكتور طه حسين كان النفوس في أعضاء نواب مجلس النواب سنة 24 كانت النفوس معبأة ضده بسبب انتقاداته الشديدة والحادة للزعيم سعد زغلول، وأحيل إلى النيابة، والنيابة يعني بالبلد ما خدتش فيه حق ولا بطل لأنه امتنع عن الإجابة وخلاص، يعني الموضوع اتقفل على كده، لكن النفوس كانت شايلة منه، ده كان السبب الأساسي لإثارة المعركة مع أسباب شخصية وخاصة. يعني مثلا كتاب في الشعر الجاهلي عمل ضجة كبرى سنة 26 ومجلس النواب ناقشه والجامعة المصرية وجه ليها اللوم وحدث ما حدث. لكن ليه عمل ضجة في وقتها؟ يعني برضو عشان ما هو عمل ضجة قراءة الأسباب، عمل ضجة لأنه دائما الأثار الضجة نواب الوفد في مجلس النواب هم اللي تقدموا بطلب استجواب للحكومة وعملوا مشكلة ان ده في الجامعة المصرية، والجامعة المصرية بتتلقى دعم من الحكومة فلا يصح ان مثل هذا الكتاب ينشر فيها ولا مثل هذا الكلام يقال. لكن هم لم يفهموا اصلا في اسباب اخرى ضابط، يعني انه اللي قاد الهجوم عليه كان المرحوم الشيخ الاستاذ مصطفى صادق الرافعي، الشاعر مصطفى صادق الرافعي. والغريب أن مصطفى صادق الرافعي بدأ الهجوم عليه وكتب 4 مقالات حادة ونارية قبل أن يقرأ الكتاب، لمجرد أن أصحاب مجلة المقتطف والمقطم قالوا له والله أن في كتاب بيتهجم على الدين الإسلامي. طيب جميل. وهل ترى حضرتك أنه تهجم على الدين الإسلامي؟ لا لم يتهجم. لا 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 لا. يعني لم يتهجم على الدين الإسلامي في أي وقت من أوقات حياته. يعني الذريعة اللي دايما بيقول بيها الإسلاميين أنه طبعا من خلال هو نقده وذكره أنه الشعر الجاهلي بعض منه أو ربما كله جاء في الفترة لاحقة بعد القرآن الكريم، ما هو نظرية نظرية انتحال الشعر الجاهلي أول من قال بيها المؤرخين المسلمين أنفسهم ابن سلام وغيره. يعني هناك كتاب مهم للدكتور عبد الرحمن بدوي جمع فيه الآراء التي قيلت بانتحال الشعر الجاهلي، ودي آراء مطروحة منذ العصر العباسي لمؤرخين وأدباء ونقاد من العرب والمسلمين، وتقال أنه في زمن الصراع ما بين الامويين والعباسيين وبين الامويين والهاشميين والعلويين وغيرهم في الصراع السياسي، ان تم انتحال شعر جاهلي لمسندة المواقف السياسيه لكي تثبت ان فلان الفلاني ده ان قبيلته كانت طول عمرها قبيله سيئه مثلا. وبالتالي الكلام اللي قاله الدكتور طه حسين لم يكن جديدا في هذا الموضوع. وهو في اخر كتابه قال لا يستدل على القرآن من الشعر الجاهلي، انت يعني هو ده السؤال واضحه بشكل في نهاية الأمر. لو قلت ان الشعر الجاهلي منتحل بالكامل ما الذي يدير القرآن الكريم في ذلك؟ لأن القرآن الكريم مصداقيته لا تأتي من الشعر الجاهلي، مصداقية القرآن الكريم أنه وحي من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه تنزل به سيدنا جبريل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده إعجاز القرآن، وده مصدر قدسيته، وده مصدر مصداقيته. وهو قال الكتاب العربي الأكثر صدقا هو القرآن الكريم، لأنه قبليها ما كانش في لغة عربية جميعا. اللي يقرأ القرآن قراءة داخلية لا يكون بحاجة أنه يقرأ شيء في الشعر الجاهلي، لأنه مثلا لما تيجي انه وقائع السيره النبويه معظمها ما هو موجود في القران الكريم، لكن شتان بين ما جاء في القران الكريم وما جاء في الكتب الاخرى. انت في نهايه الامر انت امام كتاب عدل مطلق. يعني وعشان كده مثلا
انك انت سوف تجد في القرآن الكريم عديد من التوجيهات والانتقادات والملاحظات يوجهها الوحي الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، زي في موقف عبس وتولى أن جاءه الأعمى، زي موقف أسارة بدر الأسرة في بدر وغيره. وده اللي بيعطي القرآن الكريم إعجازه ومصداقيته. فالقرآن الكريم نحن لا نستدل عليه ولا نلتمس صدقه في الشعر الجاهلي. نعم. وبالتالي هم ده موضوع آخر. طب لكن الثاني لو في نفس الوقت بقى سنة 29 أحد رجال الأزهر كتب مقال بعنوان القتل أنفى للقتل، وقال فيه إنه الآية القرآنية الكريمة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب متأثرة بالحكمة الجاهلية القتل أنفى للقتل. وقامت معركة، بس معركة بسيطة. الشيخ شاكر، الشيخ محمود شاكر عليه رحمة الله، كتب لمصطفى صادق الرفح قال له يا أستاذنا انت عملت في الدكتور طه حسين 1 2 3 4 بينما انت تصمت عن هذا الذي يقول. وطه حسين لم يقل بهذا الكلام، لانه كلمة ان القتل انفى للقتل انه يعني ده كلمة صعبة جدا وقاسية. طبعا هو النتيجة اللي قالها خطأ، لانه القصاص لا يعني بالضرورة القتل، لان القرآن الكريم ارحب انسانيا واعظم انسانيا، فما اصرش على القتل، قال القصاص. لانه في القصاص انت بيسمح بالدية، بيسمح ان ولي الامر يعفو، يعني في اشياء كثيرة جدا. لكن في النهاية لما سئل مصطفى صادق الرفعي قال والله يعني ندعو الله له بالهداية وانه يتوب عما قال. طب الجزئية الثانية في الحتة دي عشان هو ليه بقى كان الشيخ مصطفى صادق الاستاذ مصطفى صادق الرفعي عمل المعركة دي؟ لانه كان الدكتور طه حسين وحزب الاحرار الدستوريين في ذلك الوقت في معركة مع الملك فؤاد. سبب المعركة كتاب الإسلام وأصول الحكم. كانت إيه؟ إنه لما الخلافة الإسلامية سقطت هناك من أوعز إلى الملك فؤاد أن الخلافة يمكن أن تنتقل إلى مصر ويصبح هو خليفة المسلمين. فالشيخ مصطفى عبد العزيز جادر بهذا المشروع، وبالتالي فالديوان الملكي كان غاضبا بشدة. فإنه كان من مصلحة الديوان الملكي أنه كل بتوع الأحرار الدستوريين يتكسروا. ثم هناك بعد ثالث، أن مصطفى صادق الرفعي في ذلك الوقت كان لديه طموح لأن يعتمد شاعر الملك، وكان شاعر عظيم، لكن كان يود أنه يأخذ موقع أحمد شوقي ويصبح شاعر الملك فؤاد. طبعا في وجود دستور 23 وبتتكلم عن حاكم ملك دستوري، ما ينفعش يبقى فيه شاعر الملك، لكن هو كان لديه الطموح. ثم في سنة 29 لما حصلت حكاية القتل أنفى للقتل، كان الديوان الملكي استغنى تماما عن فكرة أن يكون له شاعر، ما بقتش مطروحة. اتنين، كانت علاقة مصطفى صادق الرفعي بمسؤول الديوان الملكي اللي هو نشأت باشا كانت ساءت ولأسباب خاصة بينهم. فيعني ده في النهاية دي معظمها هتلاقيها بهذا الشكل، جزء سياسي وجزء شخصي وشخصاني، يعني في مجمل الحالات. طب في جزئية كمان سريعا برضو فيها قبل ما ننتقل لحتة تانية، عن قراءة القصص الديني. هو قال انه يعني مش شرط تكون قصص واقعة وحقيقية في التاريخ، وانما قد تكون قصص للعبرة، ده القصص السيد ابراهيم وموسى وغيره، وقال ده. فبرضو ده جزء من منطقي ده. لا، هو ما قالش انها قد لا تكون يعني ينظر اليها بشكل او بمنهج يعني ان هي قصة نعتبر منها، ولكن ليست واقعة تاريخية. الوقائع التاريخية التي وردت في القرآن الكريم بتتحدث عن شخوص وعن وقائع في التاريخ معروفة. كويس، هي بتقال للعبرة. كويس، اللي قاله الدكتور طه حسين واللي لسه العلماء بيتكلموا فيه حتى الآن، ان في بعض الوقائع التاريخية التي وردت في القرآن الكريم ووردت من قبل في التوراة وفي الإنجيل ليس هناك، لم يستدل بعد في علم الآثار على بعضها، زي وقعة موسى وخروج الحفريات الأثرية مثلا. نحن لا نعرف إلى الآن على وجه القطع من هو فرعون موسى بالضبط، من هو على وجه الواقع حصلت، لكن من هو بالضبط؟ فانت في اشياء قصة، لانه في جزء من المؤرخين بيقول لك ان الوقائع التاريخيه لابد انها تسندها وقائع اثريه.
خاصة إذا كنت بتتكلم عن في التاريخ القديم. لابد أنك تلاقي حفريات أثرية، لابد أنك تلاقي مباني، معابد، قصور، أي شيء بهذا المعنى. ده معنى أن أنت إلى الآن لم تتوصل إلى مثل هذه الأدلة الأثرية. لا يعني أنها ليست موجودة، لكن نحن لم نكتشفها بعد. وقال تسلل الثقافة اليهودية بشكل أو بآخر. نعم. وقال أشار إلى فكرة أنه أحيانا الشرح أو التفسير بيخدم يعني رؤية أو ثقافة يهودية إلى حد ما، وإحنا مش واخدين بال. لا مش بيخدم رأي. ما هو التراث الإسلامي معروف في الإسرائيليات. يعني ده كلام قديم وكتل بحثا من منذ فترة بعيدة جدا، ولكن هو اللي كان بيكسر ده أو بيشير ده بقوة. هو كان يريد التعامل بعقلية نقدية. يعني هو في نهاية الأمر الدكتور طه حسين كان رجلا شديد الإيمان، عميق الإيمان إلى أقصى درجة ممكنة. أنه كانت عنده طموحات كثيرة لو العمر امتد بيه. أنه كان وكتب على هامش السيرة والشيخان يعني الإسلاميات التي كتبها، وبالذات مرآة الإسلام والمجموعة الأخيرة. وأنه كان شديد الافتتان بشخصية أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب على وجه الشيخان. يعني هو لما كتب عنهم قال أنا بكتب عنهم لأنني أحبهما وأحب أن أكتب عنهم. فدي مسألة يعني بحثيا منتهية تقريبا يعني. عظيم جدا. طب أروح معك للمرحلة الثانية، وهو من وضع أسس مجانية التعليم في مصر، وبعد الثورة حقق كمان التعليم الجامعي، وكان ليه موقف قوي من دعم الرئيس عبد الناصر في البداية، ولكن بعد كده كما قرأت يعني خفت شوية حماسه لو جاز التعبير تجاه الثورة، ممكن نقول كده. لا لم يخفت حماسه، بالعكس هو أول من أطلق على ما جرى يوم 23 يوليو الثورة المباركة، الحركة المباركة. لا مش الحركة المباركة. هو كان ضد كلمة الحركة المباركة. يعني كان في عدة تعبيرات، في حركة وفي الحركة المباركة، وفي رأي بيقول أنه انقلاب. بعض اليساريين كانوا بيقولوا أنه مجرد انقلاب وليس أي شيء آخر. وفي اللواء محمد نجيب كان رأيه انها نهضة، انها لا حركة ولا يعني انها نهضة. الذي قال من اللحظة الاولى انها ثورة كان هو الدكتور طه حسين. وقال هذا الكلام يوم 23 يوليو مساء، حين وقعت ثورة يوليو كان هو في ايطاليا بيقضي الصيف في ايطاليا. فهو باعتباره وزير سابق كان يجب على السفير المصري في روما ان يرفع سماعة التليفون ويبلغ دولة الباشا بأن حدث في مصر 1-2-3. قال له الموقف. فهو قال لزوجته، وزوجته قايلة هذا الكلام في كتابها معك فيكتوا اللي عملته عنه بعد وفاته، هناك في مصر ثورة، ثورة على الملك فاروق بوضوح. ولما رجع بدأ يكتب في هذا الموضوع ويقول إنها ثورة، وناضل يعني إنه حتى اختلف مع اللواء نجيب في هذه المسألة. كان مصر وهو ابدا اندهاشه ان ليه اللواء نجيب لو ممكن بس زمايلي يحط صورته مع خايف مع طه صورته مع جمال عبد الناصر وحضرنا الفيديو في عيد العلم. فيما يتعلق بقى ب ايه اللي خفت، انه الدكتور طه حسين سنه 64 تعب صحيا جدا وذهب سافر الى الخارج لاجراء جراحه في العمود الفقري. والجراحه يبدو انها لم تكن ناجحه، يعني ما كانتش النتائج بالمتوقع. فهو كانت صحته ضعفت في السنوات الأخيرة جدا، وعشان كده كان قليلا ما يخرج وبيروح يدوب مجمع اللغة العربية. أما لماذا قيل لما صدر يعني في أثناء المحكمة المتعلقة بالأسلحة الفاسدة، وقيل تدخل رئيس جمال عبد الناصر وهو قال له لا بس استقلال القضاء، فقال له طب أنت عايز تتقتل؟ لا أسلحة فاسدة إيه؟ لا هو ما كانش له علاقة بموضوع الأسلحة الفاسدة. موضوع الأسلحة الفاسدة تم التحقيق فيه في زمن الملك فاروق، ثم تم التحقيق ايضا بعد 52 في زمن اللي هو محمد نجيب. وفي ناس خدت براءات. جمال عبد الناصر اعترض، هو كتب انه ده لابد من الحفاظ على استقلال القضاء. الدكتور التحقيق الذي اجري بعد 52 كان تحقيق معلوماتي، مش تحقيق ان ناس متهمين وقدموا الى النيابه، كان تحقيق لجنة تحقيق معلوماتية بتجهز الملفات. حتى إذا وجدت ما وجدت إن لو وجدت إن في جريمة المتهمين يقدموا إلى النيابة العامة وإلى القضاء. هم لم يصلوا إلى يعني تقريبا نفس النتيجة التي انتهى إليها التحقيق بعد 52،
هي النتيجة التي انتهى إليها التحقيق بعد في زمن الملك فاروق بعد الحرب. لأن الحياة القضية كان فين الصورة بتاعت طه حسين مع جمال عبد الناصر وعيد العلم؟ كان مبالغ فيها لأسباب سياسية. يعني القضية كان مبالغ فيها أنه لما قامت حرب 48 والجيش المصري احتاج سلاح، كانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحاد السوفيتي يعني خدوا قرار بمنع دخول السلاح إلى المنطقة لأي من الطرفين المتحاربين. بالتالي احنا ما كناش قادرين نشتري جيش. انا ذكرت التفصيله دي للحرص على فكره استقلال القضاء في جزء ما كانش ما حصلش تحقيق قضائي. كان تحقيق ما في انواع من التحقيق، انك انت بتشكل لجنه تعمل تحقيق معلوماتي، تعد ملفات ثم تذهب الى القضاء. ما جرى بعد 52 ما فيش متهمين راحوا عرضوا امام النيابه ولا راح امام القضاء. طب ممكن تشوف هو بياخد قلاده النيل مع الرئيس كمان عبد الناصر في عيد العلم؟ ورونا كده يا شباب لو تعرضوا لنا الفيديو. على منحه قلادة النيل. ويعتذر الدكتور طه حسين لمرضه. تقديرا لما قام به السيد الأستاذ الدكتور طه حسين من جليل الخدمات للوطن وأبنائه، مساهما بجهوده الممتازة في خدمة الجامعة والأدب والصحافة، وافق السيد رئيس الجمهورية على منحه قلادة النيل. ويعتذر ده أثناء منح قلادة النيل. روح حرك لحتة برضو مهمة لأن الوقت بيخلص مننا، برضو بعض ما تم انتقاد في الدكتور طه حسين، رغم ان انا فاهم الظرف اللي حدث في ذلك مع كتاب مستقبل الثقافه في مصر، قعدوا يقولوا هو متجه للتغريب بشكل كامل ومعظم للفكر اليوناني القديم والحضاره الغربيه ويعني بينفلت من الثقافه الشرقيه ومن يعني ده طبعا ما قيل في معرض الاتهامات لانه دعا الى اورابه مصر. يعني هو قال اولا هو لم يدعو الى اورابه مصر. لم يدعو الى اورابه مصر، هو قال في كتابه مستقبل الثقافة في مصر ان مصر زي ما ليها بعد شرقي احنا جزء من البعد المتوسطي، وده جغرافيا صحيح. يعني نحن جزء من دول البحر المتوسط ومن حضارة البحر المتوسط. كثيرون لا يعرفون ان دراسة الادب الفارسي واللغة الفارسية في الجامعة المصرية كانت فكرة الدكتور طه حسين، وهو الذي أسس هذا القسم. وأنه الذين تحملوا هذا العبء زي يحيى الخشاب وغيرهم دول كانوا من تلاميذ طه حسين. وأن الدكتور طه حسين هو الذي وجه بترجمة الشاهنامة إلى اللغة العربية وبترجمة الكثير من عيون الأدب الفارسي إلى اللغة العربية. فمسألة أنه هو لكن أنك أنت تيجي تقول والله هو في ضرورات جغرافية، أنت جزء من دول البحر المتوسط. هي الإسكندرية اسمها إيه؟ ما الإسكندرية نسبة إلى الإسكندر الأكبر. أنت لا تستطيع أن تغفل المرحلة الرومانية في تاريخ مصر. لا تستطيع أن تغفل علاقات مصر باليونان القديم، أنه سقراط وطاليس وكل وأفلاطون الذين جاءوا وتعلموا ده لا يمكن أن احنا نزيله من التاريخ. وهو ده اللي قاله في كتابه مستقبل الثقافة في مصر، ان احنا جزء من حضارة البحر المتوسط وجزء من المتوسط. كون ان هناك من يريد العداء مع اوروبا ده موضوع يخصه. ده موضوع يخص من يقول بهذا، لكن الحقائق الجغرافية بتقول ان مصر بلد افريقي، ان مصر بلد موجود في اسيا ايضا، وانك انت بتطل على البحر المتوسط. انت عندك شاطئ ضخم جدا من رفح على طبعا حدودنا في فلسطين وحتى حدودنا مع ليبيا. وكان كان يقصد ان احنا نضع الاسس النهضه اللي بدات اوروبا زي المنهج التجريبي ومنهج الشك الديكارتي. احنا اذا منهج هو التجريبي ده اللي يعني منهج مش اوروبا بمعنى المنهج التجريبي التقليد. والشك وانت ونقد الماضي يعني بعض المحافظين يحيرونك يقعد يقولوا لك والله منطق التجريب والشك الديكارتي انتقل الى اوروبا من التراث العربي والإسلامي، وده إلى حد كبير صحيح.
يعني ده مش مبالغات. الكوميديا الإلهية متأثرة برسالة الغفران. في دراسات كثيرة عن مؤثرات لابن عربي على المدرسة الهيجلية وتحديدا كارل ماركس. في دراسات كثيرة بده. وبالتالي فأنت لما تيجي تقول والله أنا هاخد بالمنهج الديكارتي أو بالمنهج التجريبي، أنت لا تقوم بعملية تغريب ولا تقوم بعملية أوربة، لأن دي حضارة إنسانية هي اتخذت من عندك. بالظبط. إنه أفلاطون نظرية الكهف الأفلاطونية ما هو خدها من الحضارة المصرية القديمة. نظرية فيثاغورس النظرية الشهيرة في الرياضة وفي الهندسة اللي قامت عليها هندسة العصور الخوارزمي متخذة من نظرية بناء الهرم. طبعا احنا لغاية النهاردة في النت بيتكلموا عن الخوارزميات. طبعا الخوارزميات دي اصلها الخوارزمي. ايوه فده من الهيثم الحقيقة. فانت لما تيجي تقول والله انا اخد بده، فانت لا تؤورب ولا تغرب. يعني ده كلام ده جميل. ده انا شفت اتهام صريح للدكتور عمارة قبل ما يموت بهذا الشكل يعني في واحد من الوثائقيات، فكويس ان حضرتك بترد على هذه النقطه. يعني ده كلام يعني مفروض ان الزمن تجاوز هذا. للاسف لسه بيقال. يعني مثلا ما خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه. الصين النهارده بقت بلد متقدم جدا. جدا. لكن الصين لما اخذت بالعلم الاوروبي الحديث، هل تخلت عن فكرة الماركسية في الحكم؟ الحزب الشيوعي الصيني هو الذي يحكم إلى الآن. اتنين، في ثقافتهم هل تخلوا عن الكونفوشية وديانتهم القديمة؟ ما حصلش. ما أنك أنت تأخذ بالتجريب وتأخذ بالشك الديكارت وتأخذ بالنظريات الحديثة ليس معناه أنك أنت تتخلى عما عندك. طبعا. لكن أنك أنت مش عايز تأخذ حاجة وتفضل قافل على نفسك، ده موضوع يخص من يقولون بذلك. وده على فكرة لا بيخدموا التراث ولا بيخدموا البلد ولا بيخدموا أي حاجة، وده اللي أوقعنا فيه السلفيين. طب أروح لحضرتك لنقطة عشان الوقت تقريبا بينفذ. من وضع أسس مجانية التعليم والمشروع الكبير اللي استكمله بعد الثورة، وكان شفت فيديو ليه بيشكر الرئيس عبد الناصر، ويعني وضع مشروع كامل لتعليم الأمة، وأنا أبدأ التعليم المجاني والعربي يعني، وأعتقد أنه قديم بالفضل لهذا الرجل بشكل أو بآخر. لو ابو طه حسين عايش دلوقتي وشاف التعليم عندنا وصل لايه هيقول ايه؟ لا التعليم، ما انت علشان كده انت بتتكلم عن تطوير التعليم وبتتكلم عن تحديث التعليم. الدوله اللي بتقول هذا الكلام السيد رئيس الدوله مهتم بده، الحكومه كلها مهتمه بده، وزاره التعليم مهتمه بده. وده معناه اعتراف ان مستوى التعليم عندنا ليس بالمستوى اللائق وليس بالمستوى اللي احنا عايزينه. انت هو انت بتفتح مدارس؟ طب ايه اللي بيدرس طه حسين في المناهج؟ نعم، ايه اللي بيدرس طه حسين في المناهج؟ ايه اللي بيدرس ايه؟ ايه اللي بيدرس طه حسين في المناهج دلوقتي؟ لا انا يعني مش متابع بالظبط الكتب المدرسية فيها ايه يعني. لكن هو بيدرس في الجامعات يعني بيدرس كويس يعني. يعني مثلا اللي بيدرسوا علم الكلام واللي بيدرسوا تاريخ اسلامي واللي بيدرسوا الفرق الاسلاميه لازم هيتوقفوا عند كتابه الفتنه الكبرى الجزء الاول والثاني. يعني ده ما يعني لا، كتبه موجوده وبتقرا على نطاق واسع وبتطبع داخل مصر وخارج مصر. طيب الى الان. واخيرا مستقبل الثقافه في مصر في وجهه نظر حضرتك على ضوء احنا بنحل الرائد التنوير، كيف تراه واين نحن الان؟ لا مستقبل الثقافه، أنا من المتفائلين بمستقبل هذا البلد، بمستقبل الثقافة بمستوى يعني أنه الذي حدث في معرض القاهرة الدولي للكتاب اللي لسه احنا بنحتفل بانتهائه أول أمس، 3 مليون زائر ونص تقريبا، يعني بعيدا عن الأرقام الأهم بيقروا ايه؟ اقرأ التوزيعات الكتب. يعني انت اقرأ كده، روح على المكتبات وشوف الكتب اللي وزعت اللي أكثر توزيعا واللي عليها إقبالا، سوف تجد ما يدعو إلى التفاؤل، يدعو إلى التفاؤل كثير. الكتب العلمية اللي بتقرأ، الكتب الأدبية الجديدة، الإنتاج الفكري اللي بيطلع، الاهتمام حتى كمان بكتب التراث، بكتب العقاد، كتب طه حسين، توفيق الحكيم، كل ده، زكي نجيب محمود بالعكس، ده الصورة تدعو للتفاؤل. يعني إن احنا أتمنى أن تقرأ رسائل إقبال الجمهور على معرض الكتاب، أن تقرأ قراءة جيدة وقراءة متعمقة، حتى مش مجرد ان والله في 3.5 مليون راحوا. ده كان الموضوع إيه اكبر الموضوع. انا رايي ان الموضوع اكبر من كده. الموضوع بيقول انك انت رغم الازمه الاقتصاديه اللي موجوده المجتمع المصري مقبل على الحياه،
اثنين وانه بيكيف نفسه مع عزته. انت كان في كتب سعرها بألف جنيه او بعدة الاف من الجنيهات وفي بعدة مئات وفي لغايه السور الازبكيه ب 10 جنيه. كنا بنتكلم في الثقافه طبعا عمل طه حسين في 200 جنيه كل اللي عملته ده الدكتور حسين. في عندك كتب مرتفعه السعر لكن انت عندك ايضا مؤسسات رسميه زي مؤسسات وزاره الثقافه على وجه التحديد هيئه الكتاب اصول الثقافه مركز القومي للترجمه دار الكتب بتعمل كتب في متناول باسعار في ايضا المؤسسات القوميه. هتحدث عن دار المعارف، عن دار الهلال، عن اخبار اليوم، عن القوميه للتوزيع، عن الاهرام، عن دار التحرير. كل هذه المؤسسات ايضا ما تزال تقدم كتب في متناول القارئ العادي، وكل ده وجد اقبال ووجد وحققوا بنسبه مبيعات مرضيه. يعني كل الناشرين خارجين مبسوطين. جميل جدا، نستمد التفاؤل ده من حضرتك ونشكرك على تشريفنا النهارده، وندعوك دائما تكون ضيف عزيز علينا دائما. شكرا لك. ويا ريت ناخد بقى مش طه حسين يعني مجموعه من الشخصيات التنويريه اللي حضرتك تقبل أوي. نكون سعداء جدا جدا أوي. جدا ولدينا الكثير سواء في تراثنا العربي او حتى في تاريخنا ان شاء الله المعاصر. وحضرتك طبعا صاحب مشروع تنويري كبير، فبشكرك انك تنورتنا. شكرا جزيلا سيد وزير الثقافه الاسبق والكاتب والصحفي والكاتب والمؤرخ الكبير الاستاذ حلمي نمنا، منورتنا يا فندم. الله يخليك. شكرا جزيلا. شكرا. ختام حلقتنا مفيش احلى من ختام يكون فيه قدر من المعرفه وقدر من التنوير ونوع من انواع يعني ثوره العقل اللي جسدها بشكل كبير جدا ادبنا الكبير وعميد الادب العربي طه حسين. انا بشكركم في ختام حلقتنا واشوفكم ان شاء الله اول اسبوع على الف خير وصحه وسلامه وحلقه جديده من 90 دقيقه.